السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير. عيد الله عليكم مبارك يا ابو مبارك. كل عام وانتم بخير. انتم بخير وصحة وسلامة. مشاهدينا الكرام، لا كلمات تتقال اليوم امام فطر قد اضاء هلاله، سوى كل عام وانتم بخير. اسال الله سبحانه وتعالى الذي اعاننا وصمنا ورزقنا فافطرنا ان يتقبل الله منكم ومنا صياما مقبولا وقياما ان شاء الله، وأن يعيد عليكم بالخير والبركات. آمين يا رب العالمين. وبهالمناسبة المباركة تتقدم قناة الريان بصادق التهاني لصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى ولي عهده الأمين سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ولشعب الوفي داعين من الله المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة علينا وعلى أمتنا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات إن شاء الله. وعيد الفطر السعيد كما يعلم الجميع مناسبة دينية، لكن تفاصيله جعلت منه يوما اجتماعيا بامتياز، إذ يبدأ بإخراج زكاة الفطر وهي فرض عين لتطهير نفوس الصائمين وطعمة للمساكين وتأدية صلاة العيد، وهي فرض كفاية لرفع الدرجات وزيادة الحسنات، ثم يستمر بالتهنئة بالعيد وهي صلة للرحم وزيارة الأصدقاء، نزيد عليها بمعايدة المرضى وتفقد الأرامل والمساكين كي يكسب رضا الله سبحانه وتعالى ومغفرته إن شاء الله. إن شاء الله يا ناصر. بإذن الله. السادة المشاهدين، الريان لن تكون غائبة عنكم أبدا، في هالمناسبة إن شاء الله بتكون معاكم ولمدة 3 ساعات على الهواء مباشر إن شاء الله. في هالفترة الصباحية نحتفل بمجموعة من الفقرات نتابع فيها فرحة الناس بالعيد خصوصا الأطفال، زينة العيد، وهي فضلا عن مسابقات قيمة لا يحتاج الفوز فيها إلا أكثر من اتصال منكم وتكسبون معانا عيدية الريان إن شاء الله. فوزهم يا أبو مبارك إن شاء الله. اليوم ولا واحد راح يخسر إن شاء الله. اللي بيجاوب بيها كلهم اكيد يا ابو مبارك كلهم بيجاوبون ان شاء الله. ان شاء الله. مشاهدينا، بدايه وعند ظهور يعني عند بزوق شمس هذا اليوم، انتقل اهل قطر الى المساجد لقيام صلاه العيد. كاميرا قناه الريان كانت جاهزه لتنقل هذه الفرحه الصباحيه للجميع. نشوف هذه الفرحه وتوجههم للمساجد من خلال هذا التقرير. أدى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى صباح اليوم صلاة عيد الفطر المبارك مع أبناء شعبه الوفي، وذلك في مصلى سمو الأمير في منطقة الوجبة، في ذات الوقت الذي كانت فيه جموع المصلين تؤدي الصلاة في المساجد ومصليات العيد في كافة أنحاء البلاد. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وشارك في أداء الصلاة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد، فضلا عن عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء والمواطنين،
وألقى فضيلة الشيخ الدكتور ثقيل ساير الشمري الذي أما المصلين خطبة العيد التي شكر فيها الله على نعمته على المسلمين بإتمام الصيام والقيام، وتحدث عن فضائل التنعم بالأمن. عباد الله، إن نعم الله علينا عظيمة، إن نعم الله علينا عظيمة، ومن أعظمها بعد الإيمان نعمة الأمن. فالأمن حاجة بشرية وغرض فطري، لا تستقيم الحياة بدونه. فحياة بلا أمن حياة قاحلة قاسية لا تطاق. لذا اعتبر الإسلام الأمن من أهم عوامل الراحة والاستقرار والطمأنينة للإنسانية، تتحصن به من غوائل الفوضى ومن جوائر الشرور، وتنعم في ظله بلذائذ الهدوء والاستقرار والاطمئنان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كذلك حث المسلمين على الإكثار من العبادات وفعل الطاعات إثر شهر ما كتب إلا لتزكية نفوس الناس. كل عام وانتم بألف خير إن شاء الله، والله يعود عليكم جميع إن شاء الله، وكل أيامكم عيد. لا تنسون عيدية الريان، ما عليكم إلا أنكم تتصلون، والرقم موجود وياكم على الشاشة مبين عندكم، ما عليكم إلا الاتصال، وكلكم فايزين بهالعيدية إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله، وتقبل الله صلاتكم إن شاء الله جميع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع قيامكم صيامكم وقيامكم بإذن الله إن شاء الله. كذلك مشاهدنا الكرام، كانت كاميرا البرنامج موجودة في مناطق من الدوحة، وتحديدا في مسجد الدحيل لترافق مشاعر المصلين كبار وصغار. خلونا نشوفهم من خلال هذا التقرير. السلام عليكم، عيدكم مبارك عليكم كلكم. أحب أهني سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وللشعب القطري الكريم. أهني سمو الأمير والشعب القطري بعيد الفطر المبارك، كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة، من العايدين الفائزين إن شاء الله. أرفع أسمع آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي العهد الأمين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. أعاده الله على جميع الأمة الإسلامية والشعب القطري الخير واليمن والبركات، وكل عام وانتم بخير. أهني سمو الأمير بمناسبة عيد الفطر المبارك وولي عهده الأمين والشعب القطري كافة. أبو مبارك بيض الله وجهك، متجهز تعطيهم العيدية ولا أنت متجهز؟ جاهز إن شاء الله، ومثل ما قلنا لك الأسئلة إن شاء الله بتكون سهلة وبسيطة، وكلها تعرف بقطر وبهالقطر. إحنا كل اللي نبغيه بس تواصلكم معانا، وكلكم إن شاء الله فايزين. أول سؤال عندنا راح نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، ما هي المنطقة اللي قام فيها الشيخ جاسم بن محمد مؤسس الدولة أواخر عمره؟ الجواب خلكم أنتم معانا وإن شاء الله بتعرفونه. بغيت تعطيهم الجواب؟ لا، أقول لهم الجواب ناخذه من عندكم، ولكن بس ناخذه من عندهم بعد ما نسمع هالأغنية. توكلوا، سمعوا معنا هالأغنية.
الريش يا شيخة البنات يا غريس بيرس على وسعيد عيد علينا مبارك وسعيد طبعا مشاهدينا الكرام الاغنيه هذه اللي كنا نسمعها يا ابو مبارك شكلها عجبتك جدا. وطبعا نذكر المشاهدين بان عاده مشاهدها المشاهد اللي شفناها من هي عاده انتاجها اللي هي شركه الريان للاعلام وهي من كلمة فلكلور الموسيقار المعروف عبد العزيز ناصر وتطورت وما شاء الله وسارت تنتظر عيديتها يا ابو مبارك. ساره ويانا على الخط اول متصل معانا من معانا. الو سارة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعيدك مبارك يا سارة. عيد علينا وعليكم كل عام وانت بخير إن شاء الله. السلامة وإذاعة قناة الريان بخير إن شاء الله. إن شاء الله ها بشرين إن شاء الله. كل العاملين في هالبرنامج ويعطيكم ألف عافية. وياك إن شاء الله. وأنتم ما قصرتوا يعني يعطيكم ألف ألف عافية. الساعة المباركة. بس قبل خاصة نعم. تفضل. ناصر خليفي نعم ايوه والله يعني ولدي دائما يتابع برنامجك هالبحر فالس طيب خليين ان شاء الله وبنوديه البحر وبنطلع لك ناخذه. ولدي عمره 3 سنوات الله يحفظه ان شاء الله. بس ساره ولدك يعرف كلمه ناصر المميزه؟ لا والله ها اي بس يتابع برامجكم والله. الساعه المباركه ايوه. الجواب لا قبل الجواب قبل الجواب يا سارة عايتي ولا للحين في البيت؟ والله بس في البيت مع الأهل وإن شاء الله بروح بيت أمي بعد شوي. إن شاء الله إن شاء الله هاي صلاة الرحم لازم إن شاء الله. زين أيوة. سارة الله يفرق قبل لا يعطي قبل لا يسأل تجاوبين على ناصر ودي أسألك عن أول عيدية خفتيها كم كان عمرك؟ والله العيدية صراحة حرشت كلنا خذنا عيادي يا سارة. ايوه قبل يعني الصراحه يعني كل قريب 50 10 20 كنا نستانس وهالزمن صراحه يا هال يبون اكثر من 100 بس ابشر بالخير ان شاء الله. اليوم ان شاء الله عندك اكبر عيديه حق الولد ان شاء الله. يلا جاوبي على ناصر السؤال يقول ما هي المنطقه التي اقام فيها الشيخ جاسم بن محمد مؤسس الدوله اواخر عمره؟ نقول له هو قريب الشمال نقول الوجبة انت لا تعطينا جواب الحين انت لا تعطينا جواب انت تبغينا ترى فيها احتمالات ناصر ممكن تعطينا احتمال عندك انت عندك الوجبة عندك الوسيل وعندك الزبارة. لا الزبارة ان شاء الله. هو قال خير الامور انا اقول لك عندك الوجبة وعندك الوسيل ايوه عندك الزبارة نقول خير الامور الوسط جزاك الله خير. هذا نعم هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم توكل على الله وفالش طيب وبالمبارك تستاهلين وهذه اول عيديه لك ان شاء الله تستاهلين يعطيكم عيديه الريان 1000 ريال مقدمه من قناه الريان الفضائيه تستاهلين يا ساره. مشكورين. وهذه عيديه ولدك اللي تابع ناصر وكلمه ناصر المميزه اللي هي هذه المبروكه وانا حبا يعطيكم ألف عافية. الله يحفظكم. مشكورة يا سارة يعطيك ألف عافية. عفراء عيدك مبارك. عفراء معنا. ألو
عفرة عيد الله عليك مبارك. علينا وعليك إن شاء الله. كيف الحال يا عفرة؟ تمام يعافيك ربي، شلونكم؟ والله بخير الله يسلمك. عايدتي ولا ما عايدتي؟ اي الحمد لله عايدت. كم جمعتي؟ الحمد لله لحد الآن 100 ريال ما شاء الله. لا إن شاء الله بتصير 100، بتصير 1000 و100 بإذن الله إن شاء الله. ومشكورين على البرامج الطيبة اللي تقدمون عن طريق قناة الريان صراحة. والله القناة صحيح. وايد وايد حلوة يعني صراحة. وش البرامج اللي أعجبتك فيها؟ شو اللي البرامج المميزة بالنسبة لك يا سارة؟ والله ما في شيء ما يعني ما عجبنا كل يا البرامج. يا عفرة أنا آسف. يعني عندك يا في رمضان كنا نتابع حق المطبخ، وعندك يا رن الجرس، وعندك يا ما أدري كان هي برنامج المساء طبقت حق الفطور، فطورنا عندكم أو حاجة شيء زين. عفرة أنا شبالي على سارة معلق على سارة لأن أول فتحنا الفور زين عفرة هلا جاهزة حق المسابقة؟ إن شاء الله عندها الله فينا. لا سؤال بسيط، سؤال بسيط وعيدية الريان وعيدية بعد الحمد لله إن شاء الله تستاهل. في أي عام أنجز مصحف قطر؟ عفوا مرة ثانية سؤال، في أي عام أنجز مصحف قطر؟ هو 2000 بس يعني ممكن تعطيني خيارات؟ هو شوفي هو ترى ابتدوا احنا الحين في 2012، انت ردي شوي بس شوي لا تردين وايد. هو بدا 2010 9 لا ايش قلتي قبل شوي؟ 10 وتستاهلين عيدية الريان 1000 ريال وطبعا مصحف قطر هو انجز في 2010 ولكن يعني اشتغلوا عليه القائمين على المصحف من تقريبا 5 أو 6 أو 7 يمكن سنوات الى من الى ان تستاهلين يا عفرة. سعيد انا لا السلام عليك. السلام ورحمه الله وبركاته. عيدك مبارك وكل عام وانت بخير. يا سعيد ممكن تقصر بخير وصحة وسلامة. سعيد ممكن بس ولا عليك امر تقصر على صوت التلفزيون تسمعنا من التلفون ان شاء الله ان شاء الله علشان تسمع بس السؤال واضح. سعيد وين ابشر من وين تكلم يا سعيد؟ تكلم من الدوحه. من الدوحه يا سعيد، انت من صوتك لك في البر ولا في البحر؟ في البر، في البر ان شاء الله. يعني سؤالنا هذه اللي جاي حق البحر ما سالك عنه؟ لا ان شاء الله نبي عرفه. لا البحر ما نبي البر ان شاء الله. زين احنا نبيك تستفيد من البحر وبنقول لك عن مسمى من مسميات السفن الغوص. في واحد من اللي يشتغلون مع اللي في المحمل اللي في المركب يسمونه السيب. تعرف السيب هذه؟ السيب هو يساعد اللي نازل في البحر اللي يلقط المحار اللي خلص هواه. هو اللي يسحب. يا سعيد انت تشوف تشوف الشاشه ولا ما تشوفها؟ تشوف التلفزيون يا سعيد؟ يقول لك وشو السيب؟ السيب وشو؟ ايه اشوفه. وشو؟ سحاب يعني؟ ايه السحاب اللي يسحب الغيث. بيض الله وجهك يا سعيد، هذه عيدية الريان ياتك ولازم تعرف ان السيب يعني هو اللي يسحب الغيث من البحر. جزاك الله خير. سعيد تستاهل 1000 ريال من قناة الريان الفضائية، عيدية الريان تستاهل، ألف مبروك. مشاهدينا الكرام راح نطلع فاصل قصير ونرجع لكم. عيدكم مبارك يا أهل البيت. مرحبا مشاهدينا الكرام، ما زلنا متواصلين معكم من برنامجكم عيدكم مبارك. نرحب فيكم ونرحب في المشاهدين اللي انضموا لنا خلال هذه الفترة. أبو مبارك ودي أسألك وين صليت؟ صليت والله في خليفات في الدفنة عند الأهل
ومع الجماعة، والحمد لله عيت عليهم وعلى طول جيت هني عشان أعيد على المشاهدين وعليك. استاهلون. كيف أنت وين كيف صليت؟ كان المسجد زحمة ولا؟ أنا صليت في المسجد اللي قريب البيت، احنا الله رازقنا بجامع قريب البيت نروح مشي الحمد لله، بس والله كان زحمة، أنا يعني تأخرت شوي فصليت يعني ما لحقت تعيد. لا والله أمداني لا أعيد، بس عيدت على المقربين والباقيين اعتذر منهم واقول لهم كل عام وانتم بخير، عذري منكم وجودي على الشاشه وكل عام وانتم بخير، ينعاد عليكم جميع انتم وهالقطر كلكم اهلي وكلكم مقربين. زين اللي عيدت عليهم كم يمات؟ والله ابو مبارك صراحه تعال انت ما تاخذ عيديه بتعطيني عيديه؟ اعطني عيديه ابو مبارك تستاهل تعطي المشاهدين، اعطني انا بعد انا بكبري لك. تسلم لي ابو مبارك تعال مباركه. طبعا احنا ودنا ايضا فيها كاميرا الريان، كاميرا الريان راحت ورصدت بعد، ولا اقول لكم خلنا نشوف هالتهاني اللي رصدتها كاميرا الريان مع بعض ونرجع لابو مبارك وان شاء الله يعطيني عيديه ان شاء الله. خلنا نشوف التهاني. عيدكم مبارك. عيدكم مبارك. أرفع أسماء آيات التهاني والتبريك إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة، وإلى ولي عهده الأمين، وإلى الأسرة الحاكمة والشعب القطري الكريم، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة عليهم سنين عديدة وهم يرفلون بثياب الصحة والعافية في ظل القيادة الحكيمة. أهني صاحب السمو ولي العهد وأهني الشعب القطري الكريم بهذه المناسبة. أهني سمو الأمير وولي عهده بمناسبة عيد الفطر المبارك، والشعب القطري كل عام وأنتم. أهني سيدي سمو الأمير وولي العهد الأمين والشعب القطري والأمة الإسلامية بعيد الفطر، عاد الله عليكم باليوم والسرور إن شاء الله. عيدكم مبارك. عيدكم مبارك. بسم الله الرحمن الرحيم، أنتهز هذه الفرصة لكي أهني بمناسبة عيد الفطر السعيد أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة وولي عهده الأمين الشيخ تميم بن حمد، عسى الله يديم عليهم النعمة والخير واليمن والبركات، وإلى الأمة الإسلامية والشعب القطري الأصيل الكريم. كل عام وانت بخير يا ابو هلال، وان شاء الله على كل الصغار والكبار. شفتهم يا ناصر؟ اي والله شفتهم، واحنا ايضا نقول لهم كل عام وهم بخير وكل الشعب القطري والامه العربيه والاسلاميه ان شاء الله بخير. امين امين ان شاء الله. وينضم لنا الحين في الاستوديو السيد عبد الرحمن بن احمد البادي الباحث الشيخ ابو احمد، يا مرحبا ويا مسهلا والساعة المباركة والعيد عليك مبارك وكل عام وانت بخير وانت بصحة وسلامة. يا مرحبا ومسهلا وعيد عليك مبارك. وانتهز الفرصة السعيدة هذه وهني سيدي سمو الأمير بعيد الفطر المبارك، وهني سيدي سمو ولي العهد الشيخ تميم بهذا العيد، وهني الشعب القطري وكافة أخواننا المسلمين والعرب بالمناسبة الطيبة. آمين إن شاء الله. والساعة المباركة. الله يبارك. تشرفنا بوجودك يا أبو أحمد. الله يطول عمرك. أنا صراحة مستانس وصار عندي العيد عيدين، عيدنا اليوم وعيد بشوفتك. الحمد لله. شو رأيك؟ سهل أبو أحمد. أبو أحمد ودنا نعرف اليوم وين عيدت وين صليت؟ هذا سؤالي لأبو مبارك. إيه نعم. خارج على ترتيب. شيء معروف اليوم يعني الواحد في صلاة العيد. نعم. يحرص أنه ما تفوت الصلاة، الفوائد كثيرة، الأجر والثواب إن شاء الله، والله لا يحرمنا ولا يحرم المسلمين أجمعين. وفي نفس الوقت في مصلى العيد تواجه جيرانك وقرائبك، لأن اليوم ازدحم العمل عند الناس، وكل بيروح يعايد، حد في داخل الدوحة وحد في خارج الدوحة، فالفرصة أنك تصيد الناس في 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 المصلى، لأن عقب كل واحد بيروح في فانه. عز الله انك صادق. نعم طبعا. طبعا احنا من بعدها رحنا طبعا الوالدين اولى من يعايد الانسان والديه واللي من بعدهم من قرايبه، وعقب حضرنا عاد اليوم احنا عندنا نعايد اهل قطر كلهم والمسلمين ان شاء الله. يا
الساعة المباركة إن شاء الله. الله يبارك. إحنا طبعاً بننتهز الفرصة ذي بوجودك بيننا يا أبو أحمد، ونبيك شوي تكلمنا عن استعدادات العيد، العيد شلون يستعدون له الناس أول، وبالأخص يعني في المدن في البادية هذه تكلمنا عنها شيء. نعم. ولا تكلف على عمرك، نبي شيء بسيط. لا، الشيء المعروف عند الجميع، ولكن احنا للتذكير ان العيد في السابق الناس حياتهم كلها بساطة، واللي في الدوحة الأمور عندهم قريبة، ما هناك تكلفة عليهم. لكن أهل القرى الشمالية والغربية والجنوبية قبل العيد يستعدون له، يعني كل أهل قرية ولا كل أهل مقطر إذا كان بدو يأخذون 2-3 منهم، ولا اللي بينزل للدوحة يوصونه، لأن اللي يبغي عود يطيب الناس في العيد، واللي ناقص عليه قهوة، واللي ناقص عليه شيء من الذهب، هم يروحون ويميرون جماعاتهم، فيروحون قبل بعضهم بأسبوع، بعضهم على حسب بعد القرية وقربها. المهم منهم يستعدون قبل يوم، قبل ليلة العيد. وهذا الشيء لا زال موجود الآن عند أكثر أهل الدوحة أو قرى قطر من تالي الليل، بعضهم من قبل يعني الفجر. عاد عاد للحين موجود هذا الشيء، يشبون الضوء ويجهزون القهوة ويصلون الفجر ويتقهون ويتواجهون في المصلى ويعايدون، هي لأن المعايدة من بعد صلاة العيد، ويتفقون أهل القرى اللي بعيد، لأن بعد المعايدة بيروحون يسلمون على قرايبهم، وفيه منهم من بيكون يستقبل الضيوف اللي يجونه وقرايبه في المنطقة اللي فيها أو في مجلسه، وفيه منهم من يجتمعون على شكل وفود للسلام على سمو الأمير الحاكم في ذاك الوقت. يتوجهون له ويجون على شكل وفود، أهل الشمال لأنهم بعيد، وأهل الجنوب يسبقون، كذلك أهل المنطقة الغربية، فيحرصون على الحضور والمعايدة، لأن في نفس الوقت بيسلمون على أهل قطر، يعني بيعين اللي في الشمال. ما شاء الله ما حمد، يعني الحمد لله جمعين. وما زالت هاي العادة لا زالت موجودة الحمد لله. اللي مناطقهم بعيد يجلسون يتغدون في ضيافة سمو الحاكم في ذاك الوقت علشان يحضرون العرضة فيما بعد. فمن هنا تبتدي عاد في حد يحضر العرضة عند الحاكم. وأهل القرى يعني في الشمال وفي الغرب وأهل الجنوب لهم عرضاتهم بعد، ويجتمعون في مناطق معينة. ما شاء الله. نعم. طبعا احنا مثل ما قلت لك ابو احمد، احنا بنستغل وجودك ويانا، وان شاء الله ان احنا نكون اخفاف عليك انا وناصر، ونستغل هذه ان شاء الله ناخذ منها من معلومات هاي اللي عندك ان شاء الله، وخليك ويانا وبيكونوا ويانا متسابقين، وطبعا يستفيدون من الخبرة اللي موجودة إن شاء الله. طمعاني صراحة في وجودك معنا، وهذه فرصة نبغى نستغلها من كل النواحي إن شاء الله. فبس بناخذ اتصال يا خلاص. أمنا واحدة من المشاهدين، آمنة معنا على الخط، أبو مبارك. آمنة، السلام عليك. عليكم السلام، كل عام أنتم بخير، عيدكم مبارك. وأنت بخير، وكل عام وأنت بألف خير إن شاء الله. جاهزة. نفع اسماء يستهاني وتبريكاتي لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى الشيخ تميم بن حمد آثاني وإلى رئيس مجلس الوزراء، وإلى الشعب القطري، وإلى قناة الريان القناة المميزة في أدائها. كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير إن شاء الله، الله يعطيك العافية. جاهزة حق عيديتنا؟ ان شاء الله. احنا مستعجلين، احنا ما نبي نطول. بسالها من وين مكانها اول؟ هي من وين؟ من وين في الدوحه؟ والله احنا من الدوحه. من الدوحه وين؟ زين يعني ما بعيد من الدوحه. الدوحه الحديثه، الدوحه الجديده، الدوحه وين؟ والله احنا فريق كليب. فريق كليب الساعه المباركه. قد عايدتوا يا امنه ولا عادكم؟ اي والله احنا عند الاهل الحين. قدكم عند الاهل؟ كيف ما شاء الله. عند الاهل. كيف تبدون العيد يا امنه؟ يعني كيف تكون بداية العيد عندكم؟ صلاة العيد ونلبس الملابس ونزور الأهل ونعايدهم ونحصل عيدية. تتجمعون عند أكبر حد ولا من تتجمعون عنده بالضبط؟ والله نجمع عند الكبير الأهل. وغدا العيد يا أمنا من عنده اليوم؟ عند الأهل. الله يحفظكم إن شاء الله ولا يفرقكم إن شاء الله. الله يسلمك ويعافيك. عندنا سؤال صعب بالنسبة لك، لكن
أتمنى تجاوبين عليه. المثل يقول ما بعد العود قعود. يا سلام. وين صعب؟ صعب وأنا قلت يعني وين صعب؟ ما هالقطر ما عليهم شيء صعب. تستاهلين عدية الريان، وكل عام أنت بألف خير إن شاء الله. تستاهلين يا آمنة عيدية الريان 1000 ريال مقدمة من قناة الريان الفضائية، ياسمين. وكل عام وانت بخير. ياسمين هلا، عيدك مبارك. أهلا عليك، كل عام وانت بخير. وانت بخير. ها جاهزة؟ اي جاهزة. عيدتي ولا ليه الحين؟ اي الحمد لله عيدت. ياسمين كم عمرك؟ 17. كم خدتي عيدية صراحة؟ صراحه نبي نشوف في حد كم وصلت الى حد الان. تقريبا كذا يعني، من امي وابوي 500 وشيء. زين 500 وشوي. اي وزيدي عليها 1000 كم صارت؟ 1500. وتستاهلين ان شاء الله، واحنا بنعطيك. ناصر اخوي بيعطيك سؤال بسيط. ان شاء الله افوز. والله يا آمنة أنت وشطارتك. ناصر يساعد، أنا ما ساعد شوي. أنا إذا ساعد، لأني أنا إذا ساعد مشكلة بعدين أبو مبارك يزعل علي، لأنه يقول خلني أنا ساعد المشاهدين. وفالش طيب ما عليك إن شاء الله، أنا بساعد. مبارك ما راح يقصر بعد. زين، أشهر أبار المياه التي كان يردها أهل قطر، اذكري أحد أشهر أبار المياه التي كان يردها أهل قطر. واحد يعني ساعدوني. يعني حد عندك يساعدك يا ياسمين؟ لا ما حد. وين ابوش وينه؟ كلهم في الميله. زين انا بعطيك احتمالات وانت قولي لي يا امنه. ياسمين. زين مريخ، الكرعانه، البصير، الخراره، اي واحد فيهم؟ واذا قلتي اي واحد صح. الكرعانه يا امل. الكرعانه انا لاني قلت لك بنزيدك ال1000. يمكن تغير، يمكن تغير. أمي. لحظه ياسمين. هلا، عندك جواب غير هذا؟ بعطيك فرصه اخيره. عيد للاحتمالات. الاحتمالات مريخ ولا الكرعانه ولا بصير ولا الخراره. ولا الخراره. البصير صار اختيار. البصير انا اعطيتش فرصه ثانيه، لكن يعني صراحه انا اقول لك ربع اختيار. انا اقول لك رابع اختيار. وشو؟ الخراره. نعم ياسمين. ياسمين ترى كلهم صح. كلهم ياسمين الاربعه كلهم صح. كل عام وانت تستاهلين ال1000. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بألف خير ان شاء الله. وانت بخير. كل الأجوبة صح يا ياسمين. اللي هي مريخ والكرعانة والبصير والخرارة، كل هذه من آبار اللي كان يردها أهل قطر. وفوزية عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كل عام وانت بخير. وانت بخير يا فوزية. عساكم العايدين والفايزين. وياك إن شاء الله يا فوزية. فوزية من وين في الدوحة؟ من الغرافة. من الغرافة، أكيد تشجعين هذه الغرافة. إيه أكيد. زين يا فوزية، أول شيء عايدتي ولا ما عايدتي؟ أكيد على أهل كلهم. جمعتي عيديات ولا ما جمعتي؟ أنا والله ما أخذ عادي. يعني ما تبين في عيدية من ريان؟ لا أكيد. يعني تبين عيدية مميزة أكيد. زين تسلمين يا فوزية. تستاهلين يا فوزية. عندنا أذكري ثلاث جزر قطرية. ثلاث. جزيرة حالون. حلول واحدة صح. والسافلية صح. والعالية ما شاء الله عليك. انت ناخذه جوابك صح. والله يعطيك العافية. الله يعافيك. وكل عام وانت بخير ان شاء الله. تستاهلين 1000 ريال عيدية مقدمة من قناة الريان الفضائية يا اختي فوزية. وكذلك فازت معنا ياسمين وآمنة. كل عام وانت بخير وتستاهلون. مشاهدينا طبعا نذكركم بان رقم التليفون اللي هو 4181 اللي راح تشوفونه الان اسفل الشاشه، هذا هو بامكانكم الاتصال والمشاركه معنا في الاسئله. وخلاص اللي سبق كل النبع على قولة المثل المصري. عندنا مثل ابو احمد مثل هذا.
من سبق لبق. من سبق لبق ها؟ نعم. طيب من سبق لبق هذا لك الأسئلة سهلة راحت الحين الله يعينكم على الأسئلة صعبة وما عاد فيها مساعدة خلاص إلا إذا أبو مبارك بيساعدكم. نرجع حق أبو أحمد اليوم إن شاء الله كلهم بيفوزون استاهلون استاهلون عند الحضر من سبق لبق وعند البدو من شرب الجمة من غبش يعني اللي غبش يسبق اللي يسرح ويشرب الصافي من الماء البارد يعني ما شاء الله. كذلك في من ضمن الأسئلة يا أبو أحمد ما عقب العود المثل اللي يقول ما بعد العود قعود أن الطيب كيف المثل الضيف أول ما يجي مثل مناسبة العيد يجي ويهني ويروح علشان بيروح حق ناس ثانيين يعني فما يطولون مدة يعني ما يأخرونه يقدمون له الفوالة ويقهونه ويطيبونه فبعد العود ما فيه قعود خلاص يعني أخذ الكرامة الكاملة نعم. من الفوالة والقهوة والطيب يمشي علشان كذي يا أبو أحمد يعني مهيب طرده ولكن يعطونه حق لأن يدرون أنه عجل يعني. علشان كذي آخر الأيام الحين لجيت المجلس والله يا أبو أحمد يعني يقدمون العود أول شيء ويقول لك علشان ما تقول ما بعد العود قعود تدخن وتطيب وقعد وإحنا نبغيك لكن الحمد لله هذه نعم. الكرم موجود سواء حطوا العود أول ولا آخر ولكن هذه كلمة درجت عند الناس وبعدين نعم. هذا مثل عندنا نعم. هي اللغة العربية تمتاز بالسجع يعني الكلمة شوف ما عقب العود قعود هي تعطي معنى وفي نفس الوقت من حسن الكلام يعني نعم. كذلك أبو أحمد حنودنا نستفيد من وجودك معنا هل قطر كان لهم علاقة بالسلاح أيام العيد نعم ودنا تكلمنا عنها هو السلاح سابقا دائما يعني ولجات المناسبات اللي هي مثل الأعياد أو أي مناسبة تخص الدولة يكون هناك عرضة والعرضة من معناها اللي هو استعراض العسكري أو استعراض الجيش أن الحاكم في ذاك الوقت والقائد في أثناء العرضة ومن خلال العرضة يختار الناس اللي يصلحون في المواجهة يكونوا في مقدمة الجيش الفرسان والمحاربين فيكون استعراض السلاح موجود والسيف والخنجر وجات عقب البندق هذه هي اللي دائما يستعرضون بها في العرض غير الاستعراض بأحمد يعني كان فيه سباق خيل سباق هجن كان فيه عرض للخيل اللي هو اسمه الاسناد على شكل أشواط ويظهرون قدرات الفارس والخيل يعني من عدد الأشواط وكيف أنه يتحكم في الفرس أو بالحصان ويبين الحاكم يختار فرسان الفرسان والخيل القوية يعني هي ما جات من عبث ويجيبون يعني مثلا أنت إذا شافوا فارس معروف وفرسه قوية وفيه فارس كذلك يدخلون في منافسة شريفة يشوفون كثر أشواط الخيل لأنها تنفعهم في الكر والفر هاي كلها تصير أيام العيد في الأعياد في الأعراس اللي تحصل حتى الناس الأول في أعراسهم الخيل وفي الهجن في الهجن نعم يحطون شارة يحطون يعني هي جائزة ويحطون علم أو يقولون لهم مرواسكم مثلا انطلقتكم من الحزم الفلاني أو من الشجرة الفلانية وينطلقون صوب مكان اللي فيه الاحتفالية سواء الهجن أو الخيل ولكن العرضة اللي هي مقصودة بالخيل لها هدف فيما بعد ينفع الجيش هذه بالنسبة للاحتفالات كذلك ودنا بالنسبة للعرضة كانوا يعرضون بالسلاح مع السيوف ولا بس بالسيوف والسلاح كانت أول شيء السيوف وجات البنادق والآن فيه من يرزف بالبندق وفيه من يرزف بالسيف وكل الشيء اللي يحبه يعني ويجيد فيه والعرضة بالسيف فيها اللي هي التحيل وفيها استعراض بالسيف والجراب لأن لكل حركة معنى كان السابق إذا ضربت طبول الحرب الناس هي كان الإيذان بالحرب يكون السلاح معلق ومحفوظ سواء البدو معلق في عمود ولا عند الحضر مرفوع بحيث أنه مثلا في روشنة أو في مكان عالي بحيث أنه ما يجرح البزران أو يلعب به جاهل
إلين يجي وقته، فيأخذون السلاح ويحضرون المكان اللي فيه تجمع الجيش. إحنا يا أبو أحمد عندنا مدام ذكرت العرضة وشلون كانوا يتفاعلون فيها في السباق الخيل والهجن، إحنا بعد عندنا فن حق البنات وهي من أجواء تقاليدنا العريقة وموروثاتنا الشعبية من أحياء أعياد الفطر المبارك. نعرض لكم مقطع من الفن، فن المرادة، خلينا نشوفه ونرجع حق أبو أحمد إن شاء الله. لا خلا مش معن فيك يد البراحة، لا خلا مش معن فيك ويعزك ويحميك، يسلم أبو مشعل يعزك ويحميك. أبو مبارك، مشاهدين الكرام طبعا شفنا فن المرادة، وأبو أحمد حنا بنرجع لك بس معنا اتصال لأن صار له فترة ينتظر جاسم معنا على الخط. جاسم السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله يا جاسم. الله يحييك، كيف حالك؟ عيدكم مبارك. علينا وعليك تبارك، عيد الله عليك مبارك يا جاسم. كل عام وانتم بخير يا جاسم. وانتم بخير وصحة وعافية. بشرني عنك. الله يرحم والديك ويسلمك. شلون العيد وياك؟ والله العيد طيب الحمد لله. تسلم. الحمد لله الحمد لله. جاسم قبل لا ندخل في الأسئلة، نعم بغيت أرفع آيات التهاني إلى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني وولي عهده الشيخ تميم والشعب القطري والقناة المميزة قناة الريان. الله سعل مباركة، سعل مباركة يا جاسم. وإحنا كذلك نقول لك كل عام وانت بخير، عيدك مبارك يا جاسم. حمود جاهز حق عيدية الريان؟ جاهزين إن شاء الله. بس ترى لك في الرياضة طبعا. أي نعم. زين ترى صعب يا جاسم. بتساعدونا إن شاء الله عيد. الرياضات التقليدية في قطر. الرياضات تذكر أهم الرياضات التقليدية في قطر. خلي أذكر أهم. تقدر تقول لي أهمها وفالك طيب. والله الرياضات التقليدية يعني الفروسية، عندك سباقات القوارب. زين عندك هذا وايد رياضات تراثية. أنت الحين قلت اثنين بعد في
فيه فروسية زين. جاسم وش تحب تمارس منها؟ وفيه الهجن. وفيه الهجن بعد. انت للحين ما جاوبت. ما هذا اهم شيء سمعت صوتكم. القوارب والفروسية والهجن، هاي الثلاثة صح. احنا قلنا والرماية. احنا قلنا لك بس واحد يعني اهم شيء، لكن انت قلت ثلاثة للحين ما جاوبت. ايش رايك جاوبت ولا ما جاوبت؟ ما عرفت جاوبت. الجواب عندك؟ لا لا جاوبت ونص يا ابو حمود، وتستاهل عيدية الريان وفالك طيب. الله يسلمك. تستاهل 1000 ريال مقدمة من قناة الريان الفضائية، واتمنى لك التوفيق. ومعنا خالد الحين، وخالد شكله طاح في السؤال الصعب. خالد عيدك مبارك. عينا عليك. نعم انت بخير. خالد قبل لا ندخل في السؤال. صوتك صاهم شيء؟ صليت العيد يا خالد؟ والله إيه الحمد لله. الحمد لله زين. خالد أيوة. عايدت شيبانك للحين شويتي وطالع لهم ان شاء الله. ان شاء الله انا هذه شويات يا خالد تلعوزني. لا لا ان شاء الله اول ما اخلص ان شاء الله. ترى الله الله فيه ما يحتاج نوصيك صله الرحم يا خالد. صحيح اكيد. جاهز حق المسابقه؟ والله ان شاء الله. بس توعدنا ان شاء الله من تخلص المسابقه وتفوز على طول توكل على الله تعيد على الاهل. أكيد إن شاء الله. الله يوفقك إن شاء الله. خالد أنا سؤالك عندي. تفضل. وأنا أكون معك صادق، أنا ما ساعد. شكل السؤال صعب يعني. قول له روح. تفضل. لكن إن شاء الله أبو مبارك ما راح يقصر. خالد متى وقعت معركة الوجبة التي انتصر فيها الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني وهل قطر على العثمانيين؟ 1840 1860 1893 تقريبا 1893. شوف 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 يا خالد. ايوه نعم وياك. هو اعطاك احتمال، المفروض انا ما خليه يعطيك احتمال. ان شاء الله خير. لان زين قال لك 1840 ولا 1860 ولا 1893. خلاص ثبت على الجواب الاخير ان شاء الله. 1893. خالد 93. ها خالد فكر مرتين. مرتين جاوب وقال لك 1893 بعد تقول افكر. مبروك يا خالد وتستاهل. يعطيك العافية. مالك من ناصر. نعم يبيك تغير رايك، لكن هذه عيدية الريان ومثل ما وعدتنا صلة الرحم تعيد على كل الاهل ان شاء الله. نعم كانت هذه المعركة في 1893 اللي الحمد لله سبحانه وتعالى انتصر فيها الشيخ جاسم بن محمد واهل قطر على العثمانيين. دلال معانا. دلال الو السلام عليكم. عليكم السلام. دلال تبغين السؤال من عندي ولا من عند ابو مبارك؟ عيدكم مبارك. علينا عيش تبارك. عيدك مبارك يا دلال. معليش انا اسف. علينا وعليكم عساكم من عواده. كل عام وانت بخير ان شاء الله. وانت بخير وصحة وسلامة. يا دلال. نعم. عايدتي الشيبان ولا للحين؟ ايه عايدتهم. وانت الحين في البيت ولا في البيت العود ولا في وين؟ لا في بيتنا قاعدين. في بيتكم ها؟ ايه. يعني بيت العود، بيت الشيبان العود. صح العود، للحين ما هي وقت الغداء. تجمعون دائما عندنا. تتغدون ان شاء الله. لا الجمعه في البيت العود ان شاء الله، يعني الغداء وكل شيء. ان شاء الله. زين دلال ودي اسال. والله ودي اسال سؤال. امين. ودي اسال سؤال دلال. متى اخر مره اخذتي فيها عيديه؟ يوم كنت صغيره. في عمر كم؟ اخر مره؟ والله ما في اخر مره، لا زلت يعني اخذ صراحه. يعني في يوم اخذتي عيديات؟ اخذت. كم وصلتي؟ 500 يعني. 500 زائد نقول 1000 لو جاوبتي طبعا ان شاء الله. ترى مو باكيد اني باخذ ال1000 ان شاء الله. ترى مو باكيد، انت ومعلوماتك على حسب. اوكي. ومبارك ما راح يقصر ان شاء الله. ان شاء الله. زين دلال جاهزه؟ اي جاهزه. بنشوف معلوماتك عن البحر من مسميات العاملين في سفن الغوص. ناخذه يعني اللي مثل ابو احمد ومثل ناصر. لا مثل بمبارك. ناخذه. اي متى على الحاجب. من هو ناخذه؟
انه خذا هو اللي يعني نفس الكابتن السفينه واللي يعني يبيع اللول والاشياء هذه. لا يا 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 دلال احنا في عيد ما نبغي نطلع اجابه غلط. الطواش الطواش. لا لا خلي الطواش بروحه وخلك مع النوخذه. منو النوخذه؟ النوخذه؟ اي وش النوخذه؟ هو اللي يقود السفينه. هو المسؤول على السفينه. ايوه المسؤول على السفينه. كذي قصدك يعني؟ ايوه. وهو الامر والناهي. يعني الكابتن. بالضبط اي الكابتن. وهو المسؤول عن صغير كل صغير وكبير. نفس الجواب يا ابو مبارك، نفس الجواب جاوبت. لا هي تقول لك نفس الكابتن، نفس الكابتن هو المسؤول. زين يعني يمكن عندها جواب ثاني. لا 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 ايش دعوه خلاص ثبت على هالجواب. خلاص اكيد؟ اي خلاص اكيد. وتقول لا وتقول لك ثبت بعد. ثقه. عيل صارت العيديه 1500. تستاهلين يا دلال تستاهلين ألف مقدمة من قناة الريان الفضائية عيدية الريان. عبد الرحمن اطلع ظهرنا انقطع اتصال عبد الرحمن. انقطع احنا بنتصل اذا ما يتصل لنا. ما عليه ابو احمد ما دام انقطع مع عبد الرحمن ارجعوا لعبد الرحمن. نعم بس احمد عبد الرحمن احنا ما لنا بد منك والله لا يقطعنا منك ان شاء الله. وش رايك في اسئلتنا؟ هو ان شاء الله الاخ عبد الرحمن ان شاء الله بيكون له حظ ان شاء الله. ان شاء الله. زين ايش رايك في اسئلتنا يا ابو احمد؟ والله انا اشوفها سهله، سهله جدا. وعز الله عطوا عيديه وبيض الله وجهكم. انا لو رجع عبد الرحمن ابو احمد بخليك انت اللي تكلمه. يا مرحبا وبرك الساعه. ما بتكلمه وخليك انت اللي تساله بعد. بساله سؤال صعب جدا. بس ما تغششه. لا ما غششه. ما سؤال اللي يقول ما تساعده نفس ابو مبارك. لا سهله صعب. انتوا تساعدون ابو مبارك مصعب. احنا نسال سؤال جوابه منه وفيه. كفو كفو يا ابو احمد. وايضا فيك الله يسلمك. الله يجزاك خير. لان احنا اليوم العيد ولا نبي واحد ما يبتسم، كلهم نبيهم يبتسمون ان شاء الله. هالقطر ان شاء الله والامه العربيه الاسلاميه ان شاء الله كلها ان شاء الله بتنصر باذن الله. بما ان احنا نسوي مسابقات للعيد الان ودي اعرف اول كيف كانت مسابقات لما يتجمعون غير الخيل وغير غير عندهم مسابقات يسوونها او عليها جوائز؟ صحيح في السابق كانوا يعملون المسابقات اللي هي تقوي الشباب وتطلع تنشئ جيل قوي. يعني مثلا رياضية كلها تكون عندك مثلا السداح هذه مسابقة تقوي الأجسام. عندك الرماية اللي يحطون نصع ويرمونه. عندك مثلا سباق الخيل. عندك سباق الهجن. فيه منافسات في اللي مثلا في قلي البن في حماس البن ويمدحون اللي يجيد في الرماية ويمدحون ويعطون من شال غترة شال يعطون خنجر يعطون بندق تشجيع. ففيه مسابقات. والله هاي بعد اذنك يا نصر هاي فكرة حلوة يا ابو احمد. نعم. شو رايك نسويها؟ شو رايك نسويها احنا مسابقة؟ حتى عند هل البحر اللي يقول لك يدم او يغوص مده اطول لانه يستفيدون منهم في الغوص. اللي يكتمل نفسه اكثر. يعني يجلس تحت الماء مده اطول. خلك يا ابو احمد من البحر. احنا خلنا في هذه الفكره الحلوه اللي انت قلتها هاي. والله صراحه اشياء حلوه يا ناصر. نستغلها ونسويها مسابقات حق قناه الريان. حق قناه الريان. وبالعكس الناس يحبون الشغلات هذه وفي ناس يجدون فيها. بالنسبه لمسابقه القهوه كيف يكون تقييمهم لها؟ احنا الحين مثلا كل يعني ودنا نعرف هل هو مزاج معين مثلا او نقول لها طعم معين زياده في الهيل او زياده في القهوه وكيف هو الناس. انت بعد بيك واحد يحمس زياده انا ابغى اعرف بالنسبه شلون انهم من خلالها الظاهر يعلمون الشباب. هي يعلمون الشباب الصغار كيف يسوون القهوه وكذا. الكيف اختلف. يعني لو بترجع للمصادر حد يقول لك الكيف هو البن وفي حد يقول لك الكيف في البهار ويختلفون الناس. ولكن القهوه من اسمها ان سميت قهوه لانها تقهي من يشربها. يعني تغنيه إذا شربها تهديه وتريحه وتفك العماس والتعب. والأساس كان أصلا في القهوة ولكن الناس تعدت أصناف البهار. والبهار اللي مشهور عندنا اللي هو الهيل والمسمار والزعفران. ولكن في حماس البن يختلفون الناس. في حد يبغيه نضيج وفي حد يبغيه محروق وفي حد يبغيها شقرة يعني ما يحرقها زيادة. ولكن هالقطر غالبا يحبون الشقر. ف
فهم إذا جاء شخص من الشباب وحمس البن حمسة جيدة ويعني قدمها مع أبهارها بنسب يعني ما يزيد مثلا الهيل بحيث أنك أنت تضيع طعم ما تذوق طعم البن أو زاد في المسمار يعني نسق في الطعم يمدحونه فهي مثل نوع المدح والمسابقة بينهم يعني في لها يعني حد يضبط ميزانيتها في ناس يستعجل يعني مثلا إذا حط اللقمة في اللي هو المعيار في الدلة هي الدلة القهوة خمرة ولقمة ومزل يأخذون البن عقب ما يحمسونه يدقونه يحطونه في اللقمة ويخلونه يفوح مدة أطول بحيث أنه يصبغ في الماء عشان يطعم فيه إنسان يستعجل ما يطعم البن في الماء يزل على البهار تشرب بهار بدون البن ما صبغ ما طول أي ما طول يعني ما وبعدين لازم يكون يسكر الدلة اللي فيها اللي يقلي اللي يفوح فيها اللقمة لازم يسكرها علشان يقوى الطعم لأن لو خلاها مفتوحة تبخر ويروح الماء ويقعد البن ثقيل داخل اللقمة اشتكت حق القهوة نشهد أنا كذي والله يا أبو أحمد أنت قهوي نبي نشربها من يدك يا أبو أحمد إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله نعم عبد الرحمن البادي أنت طبعاً كلمة خبير ما تحبها خبير في التراث الخبير الله سبحانه وتعالى لكن يقول فوق كل ذي علم عليم طبعاً أنت راح تكون معنا إن شاء الله اليوم لكن الآن لكن يروح يتفاول ويعود على طارق القهوة مخليك التقهوة ونرجع متواصلين معك إن شاء الله خلال حلقتنا اليوم إن شاء الله بإذن الله راجعين إن شاء الله خلينا نطلع فاصل وعلى راحتك أيوه ما علي ما في مشكلة مرحبا مشاهدينا فاصل وبنكمل معاكم إن شاء الله اليوم الجميل ومثل ما مر عليكم ومر علينا إن شاء الله هالوقت لازم نكون وياكم وعساكم من عوادة ولا تروحون بعيد للحين معاكم في المسابقات استاهلوا حياكم الله مشاهدينا وما زلنا متواصلين معاكم بهاليوم السعيد ان شاء الله حياك الله يا ابو مبارك ولعت تغشش واجد وتساعد شو اسمه يستاهلون يستاهلون مشاهدينا الكرام تهاني العيد متبادله بيننا وبينكم اخترتم قناه الريان الفضائيه لتوجهوا احلى التهاني خلونا نشوف هذا التقرير ونرجع لكم عيدكم مبارك عيدكم مبارك أتقدم بأحر التبريكات والتهاني إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني أمير البلاد وإلى ولي عهده الأمين الشيخ تميم بن حمد بن خليفة وإلى الشعب القطري الكريم بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا بالخير والتبريكات إن شاء الله أهني سمو الأمير المفدى أمير البلاد حفظها الله ولي عهده الأمين والشعب القطري كافة ومناسبة عيد الفطر المبارك أقدم أحر التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني وإلى ولي عهده وإلى أهل قطر حكومة وشعبا ونتمنى من الله عز وجل أن تكون هذه السنة خير ورحمة على جميع الدول العربية والإسلامية أود بهذه المناسبة السعيدة أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي حضرة صاحب السمو سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر وولي عهده الأمين سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمناسبة قدوم عيد الفطر السعيد أعاده الله علينا وعلى الشعب القطري باليمن والبركات إن شاء الله عيد مبارك عيدكم مبارك يا هلا ويا مرحبا فيكم وأحب أقول لكم بهالمناسبة كل عام وأنتم بألف خير وأحب أرفع أسمى آيات التهاني والتبركات للأمة العربية والإسلامية جمعاء ونقول لهم رمضان كله بركة والعيد كله خير وفرحة ومحبة وسرور وكل سنة
وانتم طيبين. بشير الغنيم. طبعا مشاهدينا الكرام ما زلنا متواصلين معكم في برنامج عيدكم مبارك. طبعا مبارك ما تعرف طبعا الحين نستقبل معنا الابتسامة زادت هني نستقبل معنا ام طلال. حياك الله معنا يا ام طلال. الله يحييك ابوي، كل عام وانتم بخير. نرحب فيك ونرحب ايضا بهالبنتين اللي اسال الله انه يحفظهم امين ويحفظ بنات هالقطر كلهم ان شاء الله. امين امين ان شاء الله. أم طلال الله يحييك والساعة المباركة حيكم. والعيد عليك مبارك علينا وكل أيامك إن شاء الله عيد وخير أجمعين. الله يسلمك الساعة المباركة عليكم. إحنا أبرك والله يا أبوي، إحنا نبيك هني تقولي لنا عن العيد، تكلمينا عن العيد، تقولي لنا سوالف نحبها ويحبونها مشاهدينا عن عيدكم الأول نول. والحين ويا ريت تقولي لنا اي شيء. الله يسلمك والله يخلي هالحلوين اللي حواليك. اللهم امين. اول شيء مبارك حق سمو الامير والاسره الحاكمه كلها ان شاء الله والمقيمين مناسبه عيد الفطر. وعيدنا الاول والله تغيرت شوي يعني مو وايد، بس الناس هالقطر لنا الحين ما زالوا على عاداتهم الحمد لله. إيه الحمد لله. الاول تدري كان الاعياد يعني المواتر شوي، كنا والله أنا أذكر يعني كان العصرية نهر العيد إن للشيوخ يقعدون ويجون الشباب على الفرسان على الخيول والعرضات. والأول بعد الله يسلمك الغدا ما جي الساعة 10:30 للغدا جاهز ما شاء الله. إيه ما هم شكل الحين يعني، والحمد لله والتواصل موجود بين الأهل. بس الحمد لله يا ام طلال انت تشوفين الحين العادات اول والحين ما تغيرت، ما زالوا هالقطر الحمد لله على عاداتهم وتقاليدهم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله. وهذا الوصل موجود الحمد لله، هي تباعدت لدروب لكن القلوب الحمد لله قريبه يعني. عز الله ان الصادق. ايه الحمد لله رب العالمين. يعني هذه احنا شو اللي نبغي؟ احنا نبي صله الرحم. انت ايه تشوفين الاول ليو يعيدون على نعم الاهل والجماعه نعم كلهم يكونون ملتمين في بيت إيه واحد في البيت العودي. نعم نعم هذه العاده للحين ما زالت الحمد لله. اي الحمد لله رب العالمين. انت تشوفين في شيء تغير ولا نفس الشيء؟ لا والله يمكن بس يعني اللي بيجونك هلك القراب كلش يعني، اما اللي شوي بعيد يستبعدون المكان، الاجواء الجو حار الشغلات هذه يعني. الاول احنا ما شاء الله أمهاتنا ودي يعني نخبرهم الأول ما شاء الله مع قومة الديتش. الله أكبر. إيه نعم يقومون يقيمون راعي بيتهم ويتسبح ويلبس وحق حق روحة المسجد وحق صلاة العيد ما شاء الله يعني. الأول الفرجان من الصبح ما شاء الله دش الفريج ريحة دخانة العود في كل مكان ما شاء الله. نعم في كل بيت ما شاء الله. إيه الحين الشغلات هذه قلت شوي وانا اختك يعني الحين انت يا طلال بتتمين ويانا ان شاء الله واحنا بنيلس نسولف وياك وانت يعني الله يعطيك العافيه. ما انت بالعود اللي نقول يعني انك بتقول لا والله بس انا لحقت يعني. اي بس إيه احنا يعني الحمد لله ما نبي بعد نقول يعني انك عود ونكبرك هاي ونقول هذا لا الحمد لله انت للحين الله يعطيك العافيه. اي بس عادات اهلنا لين الحين في راسنا يعني. اي اقول لك لا احنا انا اللي اقصده ان ما انت العود اللي طايح الله يعطيك العافية. الله يعافيك. لكن نقول الحمد لله اللي الحين عندك العادات والتقاليد كبيرة بقدرش يا مطلع. وإحنا الله يرفع قدرك. وإحنا ما إحنا مستغنين عنك الحين نبيك ويانا. ما عليه. لكن نأخذ شوي شوي وما نبي نكلف عليك. إن شاء الله. بس أنا بشوف الحلوين الحلان. شو اسمك يا حلوة؟ نورة ناصر. نورة ناصر. أسلمين. ها؟ أسلمين. الله يخلي أبوك وأمك. قولي آمين. الله يزكيك. وانت ايش اسمك يا حلوه؟ نوف ناصر السلمين. نوف ناصر السلمين. ابوك حلو وايد. الله يخليهم لك ان شاء الله. ان شاء الله. هذه بناتك؟ هذه نوره الكبيره وهذه اللي اصغر منها نوف. الصغيره طبعا ما جبتها نجله. الله يحفظهم ويخليهم ويتربون في عزك ان شاء الله. والله يجعلهم لك حجاب من النار ان شاء الله. نوره تدرس؟ عيتي ولا ما عيتي؟ للحين؟ لكن ما عليك ما تطلعين من هني الا عندك العيديه وفالش طيب. قولي شكرا. شكرا.
وانت يا نوف. شكرا. نوف عيّدت على ماما ولا ما عيّدتي؟ بطلين الشنطة تراويني عيدياتك صح؟ عيّدت على امك ولا ما عيّدتي؟ عيّدت. كفو كفو بعدي والله. زين ام طلال انا ودي اسالك بعد ما صرتوا مسؤولين وش صرتوا تحضرون للاعياد؟ حق العيد يعني صباحيات العيد وكذي. قلت لك الاول الله يسلمك لازم الغداء ينطبخ ويكون من وهل يعني الساعه 10 9 ونص يكون الغداء جاهز. فاله العيد الاول لحيه الشايب شو يسمونها خنفروش. ايه موجوده للحين والله ما ادري. الخنفروش الحلوى الرهش الخبيص الخبيص هذه شيء ضروري على سفرة هالقطار الأول يعني أيام الأعياد والمناسبات. بس الحين ما مش الحين بيتي فور بسكوت الحين ما عاد تحضرونها مثل أول. لا والله إحنا ولا بعض الأحيان لا إحنا في العيد لازم نحضرها لأن الأول إحنا ما نحصلها على كل حزة. الحين ما شاء الله على كل وقت متوفرة والله. يا أم طلال الله يعطيك العافية. أنا للحين يعني الله يغفر لها عمتي أم عتيج وللحين الله يعطيها طولة العمر أم محمد رضيعتي. نعم للحين أروح لها علشان يعني عشان أعيد عليها طبعا أول شيء وأهم شيء عندي الخبيص. الخبيص نعم. فما شاء الله هذه العادة ما زالت موجودة. الحين لا يخافون من التخمة من الأمراض من حلوى ورهش وذي ما مش الحين كلها خفايف يعني. وين خفايف الله يطول عمرك كلها حلويات ما ندري من وين جايه. هم خفايف يا ابويا. لكن الحمد لله. كل وقت ولهنا وسوى لهم. والعيد طبعا الحمد لله بحلاوته. الحمد لله. بهالوجوه الطيبه فرحه اليهال وهذه اهم شيء. تبين تشوفين فرحه اليهال؟ يلا نشوف. وبنروج احنا فرحه اليهال والكبار وكل اللي متصلين ويانا. حق عيدية الريان، ايش رايك ناصر؟ نعم، ابطل خليش معانا بناخذ مها بس اتصال. ان شاء الله ان شاء الله انها تفوز يا مها. مها ايوه مها السلام عليكم. عيدك مبارك يا مها. وانت عليك ان شاء الله. كل عام وانت بخير يا مها. انت عين عليك ان شاء الله. عيدتي ولا للحين؟ والله ما عيدت. لا لا عيدي عيدي قبل لا تحمى الشمس بعدين ما يصير. وحابة عيد عليكم إن شاء الله علينا وعليكم في التلفزيون عندكم على قناة الريان. وعيد على غد متهني على حضرة السمو الأمير الله يحفظه وسمو ولي العهد الله يحفظه وإلى الشباب الصغير إن شاء الله. آمين إن شاء الله. اللهم آمين. وجاهزة حق المسابقة؟ يعني طبعا هي مو مسابقة هي عيدية الريان. جاهزة ويانا؟ نعم. مها؟ إيه. جاهزة؟ يلا عيل برزي ورقه وقلم ولا اقول لك لا تبرزين يا مها. ايوه تفضل. يقول السؤال ماذا يسمى بيت الشعر الذي يبنى على اربع اعمده؟ بيت الشعر اللي يبنى على اربع اعمده وش يسمونه؟ ايش يسمونه؟ بسرعة واحد اثنين ثلاثة جاوبي. تبين احتمالات يا مها؟ تبين احتمالات؟ زين في اختيارات. زين في احتمالات بنقولها لك في احتمالات اقولها انا ولا تقولها انت ناصر؟ لا انت قلتها بتجيب العيد واحنا معيدين بتعلم بالجواب. لا خلينا اقولها علشان لازم تعرف لازم نشوف اذا ما عرفت معلش احنا بنقول لك عيدك مبارك لكن بدون عيدية الريان مع ان عيدية الريان ما ترجع. المخومس ولا المثولث ولا المسودس ولا المربع ولا المسودس؟ مها المربع. ها يا مها اخر فرصه بعطيك اياها. احسن واحد يوهق الناس في الدنيا ناصر. بيت الشعر اللي يبنى على أربع أعمدة وش يسمونه؟ المخومس ولا المربع ولا المثولث؟ وأنا أقول لك خليك على إجابتك. المربع. المربع قلتي؟ المربع إيه.
تستاهلين عيدية الريان يا مها. والله يقول هو متحسر لكن أنا أقول ليش تستاهلين. تستاهلين ألف ريال مقدمة من قناة الريان الفضائية وهي عيدية الريان وغالية عندك يا أبو مبارك. غالية. ألو. غالية عيدك مبارك. علينا وعليكم عساكم الأرواد. والله يا غالية إنك غالية إن شاء الله. شلونك وكل عام وأنت بخير. وأنت بخير وصحة وسلامة إن شاء الله. عيدتي ولا للحين؟ إيه عيدنا خلصنا. ما شاء الله ما شاء الله كفو كفو معناته ما شاء الله عليك انت مثل اهلنا الاوليين اللي يقومون من الصبح ويعيدون هذه اهم شيء لان الحين ما شاء الله كلهم رقاد الين الضحى العود بعدين يقومون ولا ايش رايك؟ غالية من اي منطقة انت؟ من اي منطقة في الدوحة؟ من الشمال. من الشمال زين هذا سؤال بدون احتمالات الا اذا مبارك بيعطي احتمالات. توكل الله. يقول ما هو أول مستشفى بس قبل لا أسألش يا غالية كيف العيد عندكم في يعني الشمال؟ والله حلو لأن الحين من الصبح وجمعات لهذا يعني. تجمعون وين بالعادة؟ تجمع في البيت الكبير يعني. بيت الكبير. تروحون متى فارق العيد ولا متى شو الوقت اللي تروحون فيه؟ نعم. شو الوقت اللي تبدون تتجمعون فيه؟ يعني من السبع يعني بعد صلاة العيد. بعد صلاة العيد تبدون تجمعون. اي الله ان شاء الله يعيد علينا وعليكم ان شاء الله. زين السؤال يقول ما هو اول مستشفى شيد في قطر؟ اول مستشفى شيد في قطر. مستشفى رميلة. كيف اول مستشفى شيد اول مستشفى شيد في قطر وش هو؟ مستشفى رميلة. زين احتمالات تعطوني. تبي احتمالات؟ نعطيك احتمالات. في مستشفى يسمونه مستشفى رميله وفي مستشفى يسمونه مستشفى حمده وفي مستشفى يسمونه مستشفى الجسره. ايش رايك ام طلال صح هاي الاسامي؟ ايه ما دام ام طلال قالت لك صح معناته في واحد يا غاليه من هالاسامي اللي انا قلت لك صح حمده رميله الجسره. هو حمده مستشفى النساء. حمده طيب. ايوه اي حمده مستشفى ورميله مستشفى والجسره. زين يا غاليه مستشفى الجسره خبر اقدم مستشفى وش كان؟ الجسره ولا الجسره؟ الجسره الجسره ولا رميله؟ الجسرة. زين تعرفين سنة كم؟ لا والله ما أعرف سنة كم. زين أنت على كل حال فزتي هو مستشفى الجسرة. بس إيه بس للإفادة عشان تستفيدين 1945 يا غالية وكل عام وأنت بخير ومبروك عليك الجائزة. تستاهلين عيدية الريان يا غالية وشيخة. شيخة. ألو. عيدك مبارك يا شيخة البنات وانت من العايدين الفايزين. كل عام وانت بخير. عيدك مبارك وانت بخير. شيخة في أي مرحلة دراسية؟ مخلصة المدرسة. ما شاء الله ما شاء الله. شلون العيد وياك شيخة؟ والله الحمد لله تمام. زين شيخة أهلين. سؤالنا هو عن القرنقعوه. اوكي اول عيديه من عندكم انت. شلون اول عيديه؟ اي من عند قناه الريان ان شاء الله. زين بالنسبه لليله القرنقعو اوكي متى تقام هذه المناسبه وايش سبب اقامتها؟ متى القرنقعو يا شيخ؟ او متى يومها؟ متى يكون؟ 15 رمضان يعني ليله النص. ايه قرنقعو؟ ايه اكيد. اي اكيد ما شاء الله عليك معناته قرقعتي ويانا انت. لحظة لازم يمكن تغير الجواب. مبروك عليك مبروك عليك يا شيخة وتقول لك أول عيدية من قناة الريان. تستاهلين يا شيخة 1000 ريال من قناة الريان الفضائية عيدية الريان. وكل عام وأنت بخير إن شاء الله. وأنت بخير إن شاء الله. نوف شفتي أبوك كله يصعب على الناس. نورة هذا كانوا زعلانين علي. أبوك صعب ولا سهل؟ نزل سهل؟ زين إن شاء الله إنه سهل بس كله يصعب عليهم.
ما يخليهم يجاوبون زي. يعني ما يبينا نعطي البنات عيديه، نعطيهم ولا ما نعطيهم؟ انت لا تحزي على ها نعطيهم نعطيهم. هاي قولي حق ابوك، قولي له شوي شوي على الجمهور، قولي له شوي شوي على الجمهور. ان شاء الله زين. انت الحين زعلانه علي عشان طلعت البنيه في البرنامج؟ عشان طلعت نجود. الحين انت طلعتي في البرنامج الحين زعلانه ولا خلاص؟ خلاص خلاص اكيد. زين طبعا كانت زعلانه علي لما كنا في برنامج ترحيب قبل رمضان بفتره، انا بس اوضح للمشاهدين استضفت صدقيني ان الحق عليه والله ما اخليش تزعلين لو ادري انك زعلانه والله. لا انا قلت له اذا تفوقتي، لان انا كنت مستضيف واحده من المتفوقات القطريات اللي على مجلس التعاون كانت عندنا، كان عمرها تقريبا حوالي 12 سنه. فلما جيت البيت الا هم زعلانين علي. قلت لهم ليش زعلانين؟ قال هذه تقول ليش ليش مطلع معك بنت في البرنامج، وهذيك تقول هذه اختنا ليش ما جبتها. فالحين خلاص ما انت بزعلانه. ام طلال نبي احنا ام طلال نبغي نتكلم اكثر. كنا نتكلم عن الاكل واحنا وقفنا عند الاكل لما كان لما كنتوا تحضرونه ايام العيد. نعم. الان قلتي ما زلتوا تسوونه. اي الحمد لله. هل ما زلتوا تسوونه انتم بانفسكم الان ولا خلاص صار الاعتماد على خدم؟ لا والله بالنسبه لي انا اسوي. ما زلتوا تسوونه؟ اي نعم الحمد لله. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. في اللي ذكرها ابو شيبه شو اسمه الاكله اللي ذكرتها؟ لحيه الشايب. لحيه الشايب. كلمينا عن مكونات لحيه الشايب كيف والله يسويها؟ لا احنا ما نسويها. انتم ما تاكل حلويات؟ بلى كافي و هذه سبحان الله حلويات أنا... ايه بس انها مثل اللي يسمونه شعر البنات. لا بس انها هذاك احلى. هذاك وين يبونه عاد؟ من ايران اظن. من ايران يبونه. وهذاك شيء اصلي؟ اصلي ها؟ طبعا انا ما لحقت عليه، انت لحقت علينا اصلا. لا انا ما لحقت على لحيه الشايب. هو تقريبا من ال عبد بالله من الشيطان الرهش. بس إيه الرهش الاولي إيه بعد مو بالليل الحين هو رهش، بس انه يكون شكل الشعر موجود. ابشر كم طالب انه موجود عندنا في سوق واقف. اي في سوق واقف وفي المحلات موجود. يحطونه في الملاله خبر الاول الملال المعدن هذه. نعم. اي للحين ابشرك ما شاء الله. كذلك طلال كنتوا في الاعياد اول تلتمون تجتمعون كلكم. ايه هل ما زالت هذه اللمه والله هو موجودة؟ كيف كانت لله. أول ودي تكلمين عنها كيف كانت أول وكيف كان أثرها عليكم أنتم؟ لا إحنا ما نقدر نوصف لك لأن التجمع يصير في البيت العود الأول، لكن لي راح ركاز البيت لا حول ولا قوة إلا بالله. الله إن شاء الله يغفر لنا ويغفر لنا. اللهم آمين. الوالد ولا عادة القطر يعني يتجمعون في البيت العود سواء كان الوالد ولا العم ولا أخوه كبير ولا هذا تجمعنا يعني أول أيام العيد. الان يعني ما زالت الحمد لله. هل ما زالت نفس اللمه موجوده عند هالقطار؟ والله موجوده بس مو في كل الاسر، يعني الاسر اللي متمسكه بالعادات والتقاليد الحمد لله ما زالت موجوده. ما تدري مشاقل الشباب وال يعني الاول يمكن تلقى البيت الواحد في خمسة عيال بحريمهم الشناين ما شاء الله الاول في البيوت، اليوم لا كل واحده تبقي بيت بروحها يعني الوضع تغير شوي مو بكل هالقطر الحين يا ابوي. لكن الحمد لله للحين لا التماسك الحمد لله لين الحين حتى لو سكنوا يعني في بيوت ثانيه التواصل موجود ولله الحمد. هذه اللي نبي احنا ان شاء الله الحمد لله رب العالمين. خلنا نروح للاشياء اللي فيها فرح لان احس ان تاثرت من سؤالي ام طلال. لا والله الحمد لله الحمد. وكيف كانت يعني لما يلتمون الحريم كانوا يرقصون ايش كانوا يسوون؟ شفتي المراداه؟ الاول الله يسلمك كان في المراداه بالنسبه حق حريم هالقطر يعني هي علشان فرحه العيد، وفي نفس الوقت يجون الحريم اللي عندهم عيال يبقون زوجات لعيالهم يحضرون المراداه. يختارون من المراداه يعني؟ إيه؟ او يحطون العين على حد؟ اي اي تم حجه لبه حجه وحاجه حجه اي حجه وحجيجه يقول. نعم ما ي... ما ي... ما يتعبث. اي لا لا تي وتبارك بالعيد وتشارك والمراده واذا عندها بنات وهذه جارتها عندها بنات تشاوفون يعني وكل واحده تختار حق ولدها اذا كان في النص. النيه صافيه. اي الحمد لله. اي والله النيه صافيه الحمد لله. بالنسبه هذا بالنسبه لكم انتم الكبار، والصغار كيف كانوا يقضون اوقاتهم؟
ما شيء يعني، البنت هي لازم تكون مع امها. ولعبات ام وش في؟ اي المدود. البنات المدود. انا لحقت على المدود. اي نسوي الصور من الخشب والقطن والخلق ونسوي لهم عيون وكذي عرايس ونحطهم في كرتون. لا مدود مو بعرايس. عرايس عقب جات. اي وهاي لعبتهم يعني، ولا في الحيشان اذا الحوش كبير يتجمعون. بس اما الشباب ما شاء الله لا يظهرون والله. يعني الاول كان على الكورنيش يسوون الفنون الشعبيه باشكالها، حتى اذكر كانت جاليات بعد تجي يعني العرض تعالي. خصوصا الاخوه الباكستانيين وكذا كثرتهم الاول في الدوحه كانوا على الكورنيش لهم عرضهم يعني. حبيبتي ايه انا بعطيك هديه. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. احنا يعني احنا في قناه يعني ريان نشكرك حضورك معنا في برنامج عيدكم الله مبارك. الله يرضى عليك ابوي. ونقول لك مره ثانيه كل عام وانت بخير وبالف خير ان شاء الله. والله يعيد علينا وعليك ان شاء الله باليمن والبركات. الله يسلمك. ونتمنى ان شاء الله ان كلنا لقاءات في المستقبل معك ان شاء الله. ان شاء الله ابوي ان شاء الله عساكم من العايدين. وين بتروحين؟ وياك ان شاء الله. كل عام وانتم بخير. قولي عيدكم مبارك. عيدكم مبارك. كل عام وانتم بخير. انتم بخير. قولي حق ابوك قولي له عيدكم مبارك. ها؟ عيدك مبارك. تعالي تعالي تعالي. أيوة. قولي شفت الكاميرا هذه؟ بعد قولي لهم ياسين يسمعونك. قولي لهم عيدكم مبارك. ماما عيدك مبارك. قولي عيدكم مبارك. شوفونا الحين شفتين نفس السنة. يلا قولي عيدكم مبارك. زين سوي حق ماما باي باي. سوي له باي باي كذا داخل بتشوفه. يلا شاهدينا الكرام طبعا احنا راح نطلع فاصل قصير ونرجع لكم ان شاء الله. طبعا هكذا هو عيد رمضان من كل سنة إلى أخرى والاحتفالات تعم العالم كله. مشاهدينا فاصل نرجع. عيدكم مبارك يا أهل البيت. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ما زلنا متواصلين معكم من برنامج عيدكم مبارك. واليوم الصباح مشاهدينا الكرام استنفر الفريق التقني وكل فرق الإعداد للتغطية الخاصة لصلاة العيد في أول أيام العيد الفطر المبارك. وشون كانت الأجواء مرة ثانية ساعات الصباح الأولى نتابع في التقرير ونرجع إن شاء الله. عيد مبارك سعيد. عيد مبارك على صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني ولي عهده الأمين وعلى جميع كافة المسلمين. يعد علينا إن شاء الله سالمين قانمين. كل عام وانتم بخير. أهني أمير البلاد المهدى ولي عهده الأمين وإلى كافة الشعب القطري مناسبة حلول عيد الفطر المبارك وكل عام وانتم بخير. مناسبة هذا العيد الكريم عيد الفطر نهني سمو صاحب السمو الأمير المهدى ولي عهده الأمين حفظهم الله والله يبارك لهم إن شاء الله في العيد المبروك. صلينا صلاة العيد بعد اللي هو شهر رمضان المبارك 30 يوم، وهني فيها سمو الأمير وولي العهد والشعب القطري كامل إن شاء الله. عيدكم مبارك. أهني سمو الأمير وولي العهد بالعيد المبارك. كل عام وأنتم بخير صحة بسلامة. عيدكم مبارك. ما زلنا متواصلين معكم مشاهدينا، وانضم لنا خلال هذه الفترة زميلنا محمد المري أحد مقدمين برنامج رحلة. حياك الله يا محمد وكل عام أنتم بخير وعيد الله عليكم مبارك. والنجم الواعد حق قناة الريان إن شاء الله يا محمد العيد عليكم مبارك. كل عام أنتم بخير. وأنتم بخير. يا مرحبا. مرحبا والله. طبعا ما يحتاج نعرف بك، أنت ما شاء الله عليك من خلال مسيرتك مع قناة الريان نبغيك أنت تبارك وتقول لنا عن شعورك حق عن العيد ان شاء الله. لا شعوري هو مثل شعور اي انسان بفرحه العيد. ما في انسان يعني اذا جاء العيد يكون يعني كئيب وحزين. لا العيد هو فرحه للمسلمين وتجمعات يعني الناس مثلا
يصلون أرحامهم وفي المجالس يعني ونسون يرسمون الابتسامة على وجه الأولاد الصغار ويعني العيد عامة فرحة. كيف بديت اليوم يا محمد؟ والله اليوم صلينا الفجر عقب لبسنا ثيابنا ثياب العيد وحركنا لمصلى العيد صلينا صلاة العيد وعودنا المجلس وجاونا ضيوف وسولفنا معهم وتعلمنا وياهم واستانسنا. ما شاء الله محمد صارت شعبيتك كبيرة الحين خاصة عند طلبة المدارس كلهم يعرفونك، وأتوقع أن كل واحد يشوفك يقولك يا محمد متى بيدورنا عشان توديه رحلة. إن شاء الله أدوارهم كلها بتاعتي إن شاء الله. لازم ترى الناس جاهزين لك إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. محمد كيف كانت الأصداء البرنامج اللي كنت تقدمه رحلة؟ كيف شفت ردود فعل الناس؟ والله يعني كل الناس يعني قالوا إنه برنامج حلو يعني لأنه بزران يعني أطفال يعني يأخذون فكرة عن بلدهم والتاريخ البلد ولوسيل يعني مقر مؤسس الدولة ومن هو المؤسس ووين عاش وكيف عاش وإيش كان يعني يسوي في قرية لوسيل وفي هالقطر. هذه كانت من ضمن المحاضرات اللي تخلونهم يتعرفون عليها والدروس اللي تعطونهم إياها في الرحلة تروونهم إياها في الرحلة. ويعني في الباص مثلا تفعل الأولاد اللي عندهم مشاركة عندها أي شيء يعني تحس إنك في جو رحلة صدق. وإحنا بعد محمد نبي نتفاعل وياك ونبي نطلع وياك إن شاء الله ونشوف أغنية من أغاني العيد وفرحة العيد وبنرجع إن شاء الله. إن شاء الله. علينا مبارك وسعيدين.
عريسه يا شيخه البنات غريسه طبعا مشاهدينا شفنا هذه الاغنيه القديمه يا العايدو يا العايدو ابو مبارك شعورك كنت تشوف هالاغنيه اللي والله ما شاء الله هذه الاغنيه كل عيد نسمعها ونشوفها وما شاء الله الحين تطورت وتجددت والله يعود علينا وعليك ان شاء الله على الجميع ان شاء الله وناخذ اتصال من عامر عامر معنا على الخط عامر سلام سلام عليك يا عامر عليكم السلام ورحمة الله عيدك مبارك كل عام وانت بخير وانت بخير وصحة وسلامة عساك من عايدين العيد إن شاء الله الله يجزيك خير بشرني عنك طيب الله يسلمك ويرحم والديك إن شاء الله شلون العيد معاك الحمد لله من الحمد لله أبشرك العيد ما يحتاج والله كل سنة أحسن من سنة الثانية الحمد لله رب العالمين فضل من الله الحمد لله الله يستاهل يستاهل عامر وين مكانك يا عامر في عين خالد يبا في عين خالد بالسيارة أنت صوتك كأنك برا إيه نعم في السيارة يبا الله يحفظك طبعا ما شاء الله يالس تعايد على الأهل وصلة الرحم إيه الحمد لله الحمد لله يا رب العالمين كفو والله كفو إن شاء الله والله لا يفرقكم ولا يغير عليكم إن شاء الله آمين آمين يا رب العالمين حبيت أنا أهني الله يسلمك حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الغاني وولي عهد الأمين الشيخ تميم بن حمد الغاني وإلى الشعب القطري الكريم بمناسبة عيد الفطر عاده الله علينا كل سنة إن شاء الله بإذن الله آمين إن شاء الله إن شاء الله يا عمر بدش ويانا في عيدية الريان إيه نعم إيه نعم يبا توكل على الله إن شاء الله والسؤال عند أخوي ناصر ولا عند محمد السؤال عند محمد محمد المري محمد هلا عامر يسمعك عامر وهذه كاميرتك كيف حالك يا عامر طيب الله يرحم والديك ويسلمك عيدكم مبارك عساك من عايدين العيد إن شاء الله عامر عندي لك سؤال وأنت مستعد ولا لا نعم مستعد يقول لك السؤال ما هي ركائز رؤية 2030 اللي هي رؤية قطر 2030 20 أتوقع الاقتصاد التجارة التنمية ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك يا عامر ما شاء الله عليك كفو والله هذه 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 رؤية قطر إن شاء الله 2030 إن شاء الله وإجابتك إن شاء الله بإذن الله أنا أتوقع أن صورة إن شاء الله عموما يا عامر إجابتك صحيحة وأنت تستاهل ولا شو يقول محمد
استاهل تستاهل يا عامر. وطبعا رؤية قطر 2030 اللي هي التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية والتنمية البيئية وكذلك التنمية الاجتماعية. عندك حمد يا محمد. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. كيف حالك يا حمد؟ طيب الله يسلمك. شلونك؟ عيدك مبارك. عساك العيدين العيد. شلونك؟ بشر معك. الحمد لله. عام حمد يقول لك السؤال: من هو الشاعر القطري الذي صاغ النشيد الوطني الحالي؟ اللي صاغ النشيد الوطني الحالي؟ اي نعم. الشاعر شيخ على ما اظن مبارك بن سيف الثاني. اجابتك صحيحه. كفو تستاهل. اجابتك صحيحه وبدون احتمالات وبدون مساعده وتستاهل. استاهل استاهل. وهذا ما يحتاج احتمالات ولا يحتاج مساعده حمد. وبيض الله وجهك على الاجابه. مبارك ان شاء الله وينعاد عليكم بكل خير ان شاء الله. وانت ان شاء الله وياك ان شاء الله يا حمد. وتستاهل عيديه الريان 1000 ريال. وعندك ريم يا ابو مبارك. ريم السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك يا ريم؟ الحمد لله والله. طيبة. كل عام وانت بخير. وانت بخير ان شاء الله. وكل عام ان شاء الله والف خير. الله يعود عليكم السالمين. جاهزة ويانا حق عيدية الريان؟ ريم. ريم معانا على الخط ولا نقطع الخط؟ ريم يظهر انها انقطع الخط يا ابو مبارك. لكن ان شاء الله انها يرجع الكنترول يرجع يتصل فيها ان شاء الله. لازم ترجع لنا ريم ان شاء الله. ناخذ شفاء لين ترجع لنا ريم. شفاء شفاء ويانا شفاء. السلام عليكم. طيب الى ان تجهز ريم او شفاء راح نرجع. الحين عندنا ضيوف راح نستقبلهم مشاهدينا الكرام. محمد راح تكون متواجد وراح يكون معك اثنين من الاطفال المميزين. حياكم الله. يا مرحبا. اهلا اهلا. عيدكم مبارك. خلي سلم. مرحبا. عيد على عمك. مرحبا شيخه. عيدك مبارك. قولي كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. اهلا مبارك. عيدك مبارك. لا تمسك لا تمسك الميكروفون. مبارك. كل عام وانت بخير. شلونك؟ الحمد لله. عيت ولا ما عيت؟ عيت. ما شاء الله. ويا ابوك؟ ايه. وين رحت؟ عيت على عمامك وخوالك؟ هذا منهم؟ بعدي. عمي ناصر. عمك ناصر؟ وهذا بعد عمك ناصر ان شاء الله. ونعم بك وبعمك ناصر. وهذيك شيخه. شيخه شلونك؟ بخير. عيتي؟ وين رحتي؟ عيتي على ابوك وامك؟ وعلى يدتك؟ ما شاء الله. الله يخليهم ان شاء الله. نرجع معك يا محمد. كنا نتكلم عن برنامج رحله. وكنا نتكلم عن كنت تقول انه نحس كان احنا في رحله يعني صحيحه. ودنا تكلمنا عن بعض المواقف اللي حصلت لكم اثناء تصوير البرنامج. اكيد صارت لكم مواقف. لا اي اذا طبعا. كان يخطر في بالك شيء من هالمواقف. في بعض الاولاد يعني ما يلتزمون بالنظام. يوم كنا في المسجد يعني كنا الحين نبي نجمع الاولاد ونبدا التصوير. وفي الاولاد كل واحد منهم يركب على المنبر وانا الحين فوق منبر الشيخ جاسم. فيعني اقول لهم اقعدوا لا انا الحين ابغى واحد يصورني. يعني ما خلونا يعني شو اسمه نرتبهم ونصور. طبعا كل واحد منهم يبي انه ينول الفخر انه كان في هذا المكان. وكل واحد منهم يبغى ياخذ صوره بعد. زين احنا رحنا. الشفاء رجعت لنا على الخط. محمد مواصل معك. شفاء كل عام وانت بخير. عليكم. يا شفاء وعيدك مبارك. وعيدك مبارك. كل عام وانتم بخير. وانت بخير يا شفاء. عساكم من عواده. وياك ان شاء الله يا شفاء. ممكن اهني؟ ممكن تفضل يا شفاء. انا بهني دولة قطر اميرا وحكومة وشعبا وانتم كل العالم الاسلامي. واتمنى الخير يعم على كل الدول العربية ويصير كل الدنيا بسلام وبخير. ونتمنى لاهل سوريا ربنا يفرج عنهم كربهم ان شاء الله. اللهم امين. آمين. شفاء انت من المقيمين في قطر. نعم. يا مرحبا ومسهلا فيك. وكل عام وانت بخير وينعاد علينا وعليش وكل هالقطر والمقيمين على هذه الارض. الله كريم جميعا ان شاء الله. شفاء
السؤال مثل، عيدية الريان راح تكون إذا جاوبتي على هذا المثل. المثل يقول قيس قبل أيوة، كمل الجملة. ساعدني. الشفاء. نعم. الله يشفيك إن شاء الله. شلونك؟ الله يبارك فيك، كل عام وانت بخير. وانت بألف خير إن شاء الله. احنا هذا أساس؟ هذا هذا مثل قطري ينقال عند هل البحر، ودائما إذا جو يبون ينزلون في البحر لازم يحسبون حساب على العمق، فكانوا يقولون هذا المثل قيس، يعني قايس قبل قبل ما تغيث. يا سلام عليك. ولا تغيث قبل لا تغيث. قبل يعني لا تغيث. نعم صح. يا سلام عليك يا شفاء، وتستاهلين. وكل عام وانت بخير. وانت بخير، شكرا لكم. تستاهلين يا شفاء عيدية الريان، 1000 ريال مقدمة من قناة الريان الفضائية. بشاير بشاير معانا. بشاير سامعيكم. عليكم السلام. السلام، كل عام وانت بخير يا بشاير. وانت بخير صح السلامة. طيبة بخير، عساك من العوادة ان شاء الله. شلون العيد معاك؟ الحمد لله تمام. الحمد لله، اهم شيء انك انت مستانسة. شلونكم ان شاء الله؟ طيبين والله، نحمد الله طيبين. جاهزة حق عيدية الريان ان شاء الله؟ بشاير سؤالنا سهل ان شاء الله. ولا في احتمالات ولا في مساعدة. عد ناصر انت تخوف وايد. ما عليك انت. اي ناصر؟ كنت تقصد ناصر الخريفي. لا ناصر اللي هو ناصر سالمين. سالمين ايوه. توكل على الله. زين بشاير، لاني انا متاكد انك تعرفين الجواب ان شاء الله. انا متاكد، لكن انا ابي تاخذينه بجدارة مثل ما اخذ الجواب اخونا اللي في عين خالد، حمد كان اسمه، عامر أو حمد عفوا. متى أقيمت دورة الألعاب الآسيوية في قطر؟ 2006. ما شاء الله عليك. ولا تنطرين احتمال، ولا تنطرين يقول لك ناصر عيدي مرة ثانية ولا هاي، خلاص ما شاء الله عليك. يعطيكم العافية. الله يعافيك، وتستاهلين 1000 ريال مقدمة من قناة الريان. وطبعا نذكر بأن هذه اللي هي دورة الألعاب الآسيوية قيمت في 2006 اللي نظمتها بلادنا الحبيبة قطر. وناخذ أحمد ويانا. أحمد قصر على صوت التلفزيون يا أحمد. أحمد سلام عليك. السلام عليكم، عيدك مبارك. أحمد أحمد تسمعني؟ شيخ أقول يا أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام. ألو. أحمد أحمد شو اسمك أنت؟ شو اسمك؟ مي لو سمحت. مش أحمد. يالسين صوت عليك أحمد، كم جب لنا؟ أنا 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 آسف. شو اسمك؟ ني شو اسمك؟ مي حياش الله يا مي. مي أهلين، كل عام وانت بخير يا مي. وانت بخير، نسلم عساكم من عوادة. ويا مي كم عمرك؟ 17. ما شاء الله. مي رحتي سوق واقف؟ والله الحين ما طلعنا الحين معي. لا بس رحتي سوق واقف من قبل؟ ايوه اكيد. وش تعرفين من سوق واقف؟ وش تعرفين عنه؟ انه بيعبر عن التراث في دولة قطر مثلا. بعد زين، تعرفين لماذا سمي سوق واقف بهذا الاسم؟ يعني تعرفين ليش سموه سوق واقف؟ لانه اعتقد لانه لما الناس كانوا يبيعون فيه كانوا يبيعون هم وقتين. ها ما شاء الله عليك صح. نعم اجابتك صح يا مي، كانوا يبيعون وهم واقفين وعلى جنبات الطريق لبيع بضائعهم، وكذلك كان بأسباب وجود سيول ممتدة وبتتدفق من وادي مشيرب إلى البحر. وتستاهلين 1000 ريال اللي مقدمة من قناة الريان الفضائية يا مي، عيدية الريان. وناخذ عائشة. عائشة ألو. مرحبا يا عائشة. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عائشة عيدك مبارك. عيد علينا وعليكم، مبارك عليكم العيد. كل عام وانت بخير إن شاء الله. بالصحة والسلامة. الله يسلمك. شلون العيد وياك يا عائشة؟ والله الحمد لله.
وصلت الأرحام؟ مواصلين إن شاء الله. أديت الواجب؟ الحمد لله. أهم شيء؟ الحمد لله. وجاهزة جاهزة حق عيدية الريان؟ بإذن الله. بتشاركينا؟ بس قبل لا تسأل ودي أعرف صوت الصحون هذه وشي؟ قاعدة تأكلينها عايشة؟ نعم. هاي فالة العيد اللي عندك؟ صوت فالة أيوة العيد أيوة عندك؟ يا بناتي. ما شاء الله ما الله شاء الله. الله يخليهم لك إن شاء الله. الله يسلمك. الله يحفظهم إن شاء الله. جاهزة حق عيدية الريان؟ بإذن الله. من مسميات العاملين في سفينة الغوص؟ أن أخذ. لا 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 تستعيلين الله يطول لي عمرك. بينهم واحد ينقال له النهام. منو النهام؟ النهام اللي يساعد الغواصين شيء. هو يساعد الغواصين، هو يساعد السيوب، ويساعد كل اللي موجودين على السفينة إذا سمعوا صوته. من هو النهام؟ هاي اللي غني. الله عليك ما شاء الله عليك، وتستاهلين تستاهلين. وكل عام وأنت بخير إن شاء الله. مبارك. بك. عيدك مبارك. ما قلت حق عمي يقول له عيدك مبارك؟ قلت له. قلت له؟ رحت انت رحت عيات ولا ما عيات؟ عيات. شيخة قول لي كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. اكو ابوكي طالعك قولي له كل عام وانت بخير. مبارك كل عام وانت بخير. يلا قولي له قولي عيدك مبارك. عيدك مبارك. وكل عام؟ كل عام وانت بخير. ما شاء الله ما شاء الله. حط الصوت عالي. قول زينب صوتك عالي. شوف مبارك شوف هناك. قول حق ابوك قول لك كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير وصحة وسلامة. يا سلام عليك. وحق امك كل عام وانت بخير وصحة وسلامة. كفو. طيب كافو. انا محمد المرغي مقدم برنامج رحلة، نشكر لك حضورك معنا ونتمنى ان احنا ان شاء الله نتمنى لك التوفيق ان شاء الله في البرامج القادمة ان شاء الله. مشاهدين سهل مبارك يا محمد. حياك الله. الله يحييك ان شاء الله. يا مرحبا. مشاهدينا الكرام راح نطلع فاصل قصير ونرجع لكم، لا تروحون بعيد. حياكم الله من جديد ويا مرحبا بكم، وما زلنا في التغطية الخاصة من صبيحة أول أيام عيد الفطر المبارك، ونبقى الحين مع معايدات الشعب حق دولة قطر وحق شعب قطر. نعم خلنا نشوف. عساكم العوادة. عساكم العوادة. أتقدم بأسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه، وإلى مقام سيدي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين، وإلى الأسرة الحاكمة، وإلى أفراد الشعب القطري الكريم بمناسبة عيد الفطر المبارك. سائلين الله أن يديم هذه المناسبة على قطر حكومة وشعبا أعوام عديدة، وأن تنعم بالأمن والإيمان. بمناسبة العيد الفطر المبارك أتقدم إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وولي عهده الكريم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإلى الشعب القطري بمناسبة هذا العيد المبارك. أهني سمو الأمير المفدى وولي عهد الأمين ورئيس مجلس الوزراء والشعب القطري بهذه المناسبة الكريمة، ونتمنى من الله الكريم أن يعيد عليهم وهم بأتم الصحة والعافية. أوجه تحية للشيخ حمد وولي العهد ولأهل قطر كلهم. عيدكم مبارك يا البيت. معكم ولدكم سعد بخيت. بهذه المناسبة أحب أن أعايد على صاحب السمو أمير البلاد المفدى وإلى ولي عهد الأمين وإلى الشعب القطري بمناسبة عيد الفطر، وأقول لهم كل عام وانتم بخير. طبعا انضم لنا مشاهدينا الكرام ضيوف جدد نرحب فيهم. عائشة
بنت ناصر ابن مبارك الخليفي، والثاني شو اسمه؟ فاطمة. فاطمة شيخة البنات وأحلى واحدة في الدنيا. اسمي فاطمة. فاطمة شنو؟ فاطمة عبد الخليفي. فاطمة؟ نعم. تعالي مني طالعيني أنا. إيه أنا سويت علي من ذا مع البيت طب اليوم في الماي. زين قولي عيدكم مبارك. عيدكم مبارك. كل عام؟ كل عام. وأنتي؟ وأنتي بخير؟ إيه بخير. قلتي حق بابا قلتي له؟ قولي حق أبوش، قولي له يبا عيدك مبارك، قولي له عيدك مبارك. هنا شوفي شفتي هذا؟ قولي هنا، قولي بابا يشوف شنو. إذا أنا سويت عليه أنت بتشوف نفسها في المونيتر. لا زين عايشة عيدك مبارك. عيدك مبارك يا عايشة. عيدتي يبا؟ إيه. ها؟ ما شاء الله كل عام وانت بخير. كم يماتي ولا ليه الحمى عيتي؟ انا عندي فلوس وايد. اكي فاطمه غلطتك، عندي فلوس وايد. ها؟ إيه. عندك فلوس وايد؟ كم عندك يا فاطمه؟ اي وايد. بعد احنا اليوم بنعطيك وايد. اي اسويت علي مبارك. زين من دارك دارك؟ فاطمه؟ نعم. فاطمه؟ نعم. هلا منو؟ أبو ميرا عاشة. أيوة زين يلا شفتي هذه الكاميرا. يلا قولي عيدكم مبارك يا أهل البيت. عيدكم مبارك يا أهل البيت. ها؟ عيدكم مبارك يا أهل البيت. لا مرة ثانية عاشة. هاش فاطمة. قولي لي عيدكم. عيدكم. أيوة. مبارك. مبارك. يا سلام يا سلام على مبارك. طبعا خلنا نشوف راح تبقون معنا ونطلع بناتك الله يحفظهم. بنخليهم يشوفون المرادة. عاشة بنخليك تشوفين أغنية حلوة اسمها المرادة، يقدمونها البنات تشوفيها ويانا. طبعا مشاهدينا شفنا المرادة وما زلنا متواصلين معكم. فاطمة قولي حق خليفة. قولي خليفة السلام عليك. خليفة السلام عليك يا خليفة. السلام عليكم. فاطمة تقول لك سلام عليك. قولي له عيدك مبارك يا خليفة. خليفة عساك العيدين العيد. خليفة 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 عساك العيدين العيد. الو خليفة 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 تسمع صوت فاطمة؟ أسمع صوتها. يلا اشتمي تقولين له؟ أنت عارف إحنا الطب المرجع بعام. قولي لك كل عام وأنت بخير. خليفة كل عام أنت بخير. وأنت بخير صحة وسلامة إن شاء الله ينعاد عليك كل خير إن شاء الله. علينا وعليك يا خليفة. هو خليفة ودنا نسألك صراحة في البداية علشان تفوز بعيدية الريان إن شاء الله.
لكن بشوف وين وصلنا في عندي سؤال ابو مبارك. عندك المثل اللي يقول ما كل بيضة، بغيت تكمله ها ما كل بيضة، كمل يا خليفة أكمل المثل اللي يقول ما كل بيضة ما كل بيضة. أيوة ما بكل بيضة، يعني ما بالبيضة اللي احنا نقصدها، لا البيضة اللي مع المحمى شن هي؟ هو يعرف يعرف. ها ايش قلت؟ ما كل بيضة بشحمة. ما كل بيضة بشحمة، وجابتك صحيحة خليفة. بس خليفة تستاهل 1000 ريال من قناة الريان الفضائية عيدية الريان. حبيت أقول لكم كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك، وحبيت أوجه هنا صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ولي عهد الأمين الشيخ التميم بن محمد بن خليفة آل ثاني وللشعب قطر عامة إن شاء الله، وينعاد عليهم كل خير إن شاء الله. ينعاد عليك وياك إن شاء الله. خليفة من أي منطقة في الدوحة يا خليفة؟ من عين خالد. من عين خالد. نعم حياك الله يا خليفة. الله يحييك ونعايد عليك وعلى هل عين خالد كلهم، ونقول لهم كل عام وأنتم بخير إن شاء الله، وينعاد علينا وعليكم إن شاء الله. ومعانا نصرة. نصرة عيدش مبارك يا نصرة. العيد مبارك عليكم علينا وعليش يا نصرة. كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير وصحة وسلامة. عساكم من عوادة. حياك الله نصرة. من وين يا نصرة؟ من الدوحة. من الدوحة. أنت من الأصل من وين؟ من الدوحة؟ لا من الأصل من السودان. من السودان. الله يحييك ان شاء الله. نصره بما انك من المقيمين في الدوحه نرحب فيك، وابي تقولين لي يا نصره كيف رمضان في السودان؟ ايش الاكلات اللي يهتمون فيها عندكم؟ والله الحمد لله بخير في السودان. الاكلات اللي نهتم فيها عصيده بملح تقليه. تسوونها هنا في الدوحه؟ نعم بنسويها. وش الاكلات القطريه اللي تحبينها تحبون تاكلونها هنا، او يعني نفس الاكلات اللي تسوونها متشابهه؟ والله ما شاء الله كل الاكلات القطريه نحبها زي المسكوت كلها نفس اللي عندكم. نعم. طيب يا نصره السؤال عندي ابو مبارك، انا ما راح اسال السؤال. شيخ جليل قدم لقطر وللمسلمين خدمات جليله، من اهمها التقويم القطري، من هو هذا الشيخ إذا تعرفينه؟ حمد بن خليفة الثاني. لا لا شيخ دين، احنا نقول لك شيخ دين حمد بن خليفة قدم. الشيخ حمد الله يطول عمره قدم كل شيء القطر وال... احنا قدم كل شيء. الشيخ حمد طبعا الله يعطيه طولة العمر، قدم كل شيء حق الأمة العربية إن شاء الله والإسلامية. نعم. والإسلامية، لكن احنا نقصد فيها اللي قدم التقويم القطري. محمود القرضاوي إن شاء الله. انا بعطيش احتمالات اوكي؟ طيب ابن محمود ولا عبد الله ولا عبد الله بن ابراهيم الانصاري. وخليك على الثاني الانصاري. زي بس الانصاري جزاك الله خير. نعم هو الشيخ عبد الله بن ابراهيم الانصاري ولا ناصر الخليفي؟ هو عبد الله بن ابراهيم الانصاري. عبد الله الشيخ عبد الله بن ابراهيم الانصاري هو نعم من قدم لقطر شيء كثير، ونسأل الله سبحانه وتعالى وين أبوك أن يغفر لنا ولجميع المسلمين إن شاء الله. ومعنا فيصل. فيصل هلا أبوي. فيصل سلام عليك. عليكم السلام ورحمة الله. عيدك مبارك وكل عام وأنت بخير. وأنت بخير عساك من العايدين والفايزين. بشرني في البيت ولا برا تعيد على الأهل؟ والله في البيت. ما شاء الله. لا يعني عيدت وخلصت يعني؟ لا والله انا نحيب. الله يعطيك العافيه ان شاء الله، وان شاء الله انك بتعيد ان شاء الله. ان شاء الله الله يحييك. يعني تبدا العيد معنا من عيديه الريان يا فيصل ان شاء الله. ان شاء الله سينا. جاهز حق عيديه الريان؟ ايه. ايش رايك في علم قطر؟ اي لون؟ النابي والابيض. زين كم سهم يتكون العلم القطري؟ من كم سهم؟ سبعة. ها؟ سبعة. غير بدل يا ناصر. هاي المفروض ما فيها مساعدة ولا احتمالات. تسعة.
تسعة نعم تستاهل. تسعة وتستاهل عيدية الريان، ألف ريال مقدمة من قناة الريان الفضائية يا فيصل. أنا بروح البيت والله. وين بتروحين؟ البيت. ومن معانا معنا الآن. زين بتروحين البيت تعيدين على بابا؟ إيه بس. زين قولي لك كل عام وأنت بخير. تسكر. زين بس بروح البيت. عايشة. أنت تشوفين أبوك دائم في التلفزيون ولا ما تشوفينه؟ أشوفه. عاش انت عندها تهنئه ترى تبي تهني عاش تبي تهنين عايشه يلا من تهني شوف الكاميرا هذه شفت الكاميرا هذه ايوه طالعيها وهني يلا ابا هني الشيخ حمد بن خليفه الثاني والشيخ تميم بن حمد الثاني وهني كل الشعب القطري واحنا بعد نهنيك احنا بعد نهنيك ونقول لك كل عام وانت بخير عايش انت اي صف رايحة خامس زين انت من عليه من خلينا نشوف هذه انت بعد انت من عليه تعيدين خليفة. ايوه وعلى الشعب القطري قولي على هالقطر كلهم هالقطري هل كلهم وقولي قرنقعوا قرنقعوا ايوه قرنقعوا خلص وعيدكم مبارك عيدكم مبارك كل عام كل عام وانت بخير وجبتي لنا العيد انت جبتي لنا اليوم جبتي لنا العيد انت جبتي لنا العيد اكل قولي حق عمي قولي له عطني عيديه يلا اكل عيديه الحين صار عندك وايد صح؟ تعال يا رجل ما شاء الله ما شاء الله هاي حق من؟ حق اسعى يلا تروحين الحين حق ابوك؟ قولي حق اللي يطالعونك اكو ابوك يطالعك قولي له يبا مع السلامه انا الحين بيك يبا مع السلامه الحين قولي له قولي له الحين مع السلامه قولي له الحين بيك يبا الحين بيك وديك وين؟ وديك الالعاب لا ايه يوديني العاب ما شاء الله الله يحفظك ان شاء الله ناخذ اتصال من سالم سالم مرحبا مرحبتين حياك الله يا سالم صبحت والله بالخير صباح النور والسرور سالم بن ثامر ايش انا والله عرفت الصوت ما قدر نعايد عليك كنا بنعايد عليك مع الهواء مرحبا مرحبا يا ابو ثامر كل عام وانت بخير ينعاد علينا وعليك ان شاء الله وانت بخير ابو ثامر عيدك مبارك كل عام وانت بخير يا ابو ثامر حمد بن خليفه الثاني والى ولي عهده الشيخ تميم بن حمد والشعب القطري ونقول لهم كل عام وانت بخير وعيدكم مبارك والحقيقه انا متصل عشان فاطمه وعائشه الله يرحم والديك مبارك مبارك احنا لازم نستضيف فاطمه مره ثانيه معنا فاطمه الله يطول لي عمرك اليوم جابت لنا العيد غير العيد اللي احنا نعرفه جابت لنا العيد الله يخليها ان شاء الله حق اهلها فاطمه حتى المايك حقها انفصل الله يبارك فيها ويخليها لها نعايد عليكم ونقصكم كل عام وانتم بخير نعايد ايضا على طاقم الريان بالكامل وعلى مشاهدينا الاعزاء ونقول الله يعطيكم العافيه وما قصرتم الله يعطيك العافيه وكذلك نتمنى لكم التوفيق شارك ويانا ابو ثامر في عيدية رمضان عيدية عيدية الريان والله عاد بشاطري اذا بتعطونها فاطمه بشارك سالم عندك رمعه ولا ما عندك رمعه؟ إيه ان شاء الله باذن الله احتمال نكون خميس واحتمال الخميس الجاي باذن الله احنا غيرنا موعد البرنامج وبعد يعني نوجه الرساله بعد المشاهدين غيرنا من الثلاثاء الخميس باذن الله يعني تحدد خلاص ولا الى الان ما تم تحديد يوم؟ والله هو الحين الاراء باذن الله ان الخميس ان شاء الله ان شاء الله احنا نقول ان شاء الله انت ان شاء الله تلبيه لمشاهدينا الاعزاء لطلباتهم قلنا بنخليه ان شاء الله الخميس بناء على طلباتهم. طيب يعني 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 احتمال يكون الخميس الجاي او الخميس اللي بعده يعني ما الى الان ما شو متاكد ان شاء الله لا 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 ان شاء الله يعني راح لا لحد الحين ما حددنا احتمال يكون الخميس هذا واحتمال يكون الخميس اللي بعده باذن الله يعني 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 ابو ثامر ترحل من يوم الثلاثاء عليكم وعايد ايضا على شعبنا الوفي يعني ابو ثامر يعني ترحل من الثلاثاء الى الخميس ان شاء الله احنا نقول ان شاء الله يا ابو مبارك هذه الاراء المطروحه بناء على الطلبات اللي جت الله يوفقكم ان شاء الله ويوفقك زميلنا سالم بن ثامر مقدم برنامج نشوف رمحه وكذلك زميلنا في برنامج فرحيب رمضان مبارك الله يحييك يحفظك يا ابو ثامر هذه المداخله يا ابو ثامر الله يحفظكم فاطمه مع السلامه روحي حق ابوك وقولي له عمي يقول لك مشكور عاشه روحي مع فاطمه والله يحفظك يا حبيبتي وكل عام وانت بخير الله يحفظكم ان شاء الله نطلع فاصل ان شاء الله مشاهدينا ونعود لكم نعم عيدكم مبارك يا أهل البيت
حياكم الله مشاهدينا، وما زلنا متواصلين معاكم، وكل عام وانتم بخير. فيصل، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، وعيد الله عليكم مبارك. عيد الله عليك مبارك. اهلا وعليكم. كل عام وانتم بخير يا فيصل. مرحبا وسهلا. تفضل. اولا احب اهني صاحبي سمو الامير، صاحب السمو نعم، الشيخ خليفه الزاني، ويعاد الامين الشيخ تميم بن حمد الزاني، واختي فاطمه او ساره الله يحفظها لها. انا الله يرحم والديك. الله يرحم والديك ان شاء الله. انا ابغى اشارك معكم الساعه المباركه. جاهز؟ مرحبا. اي نعم جاهز. توكل الله يا فيصل. في أي عام تم إنشاء الخطوط الجوية القطرية؟ وتوكل الله عندك الجواب. وقصر على صوت التلفزيون يا فيصل. ممكن خيارات؟ هي الخيارات اليوم الحين في هذه السؤال عند ناصر. فيصل مرحبا. قصرت على صوت التلفزيون وبعطيك أنا الخيارات. في 1994، في 1995، في 1996. فيصل 1996. شوف بعطيك احتمالات ثانية هذه. 94 95 96 أي واحد فيهم؟ أنا فيصل 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 تسمعني؟ نعم. طيب 1994، 1894، 1794. فيصل ان جاوبت غلط خسرتك. زين انك جاوبت صح وتستاهل عيدية الريان. ألف ريال مقدمة من قناة الريان الفضائية وهي عيدية الريان. مبروك مبروك تستاهل. سارة، سارة نعم. عيدك مبارك. أيامك سعيدة. كل عام وانت بخير. وانت بخير. كم عمرك؟ أنا؟ أيوة 14 سنة. قولي عيدكم مبارك يا أهل البيت. عيدكم مبارك يا أهل البيت. وانت بألف خير إن شاء الله. جاهزة؟ إيه الحمد لله. إيه جاهزة. أسألك سؤال في البحر؟ إنسان يلا. وإذا ما جاوبتي أنا بجاوب إن شاء الله. من مسميات العاملين في السفينة، يعني اللي في الموجودين في المركب، فيهم واحد يقولون له الغيص، يعني هو الغواص، ايش معناته ومن هو؟ والله ما ادري، ممكن تساعدني؟ الغواص شو يسوي؟ شنو يعني غواص؟ الغواص اللي يغوص. اللي يغوص؟ ايه. زين اذا غاص شيب؟ نعم. اذا غاص شيب؟ اللولو. ما شاء الله عليك. هذا انت تبينا اساعدك ولا خلاص؟ لا انت كذي حليت. هذا جوابك النهائي خلاص؟ اي ساعدني. لا انت الحين جاوبتي صح، بعد تبينا اساعدك؟ الجواب صح؟ ايوه. ابو مبارك. ساره ساره. نعم. مش مقتنع انها فازت. ساره. نعم. هو اللي يطير ولا اللي يرفع الشراع ولا اللي يقوص؟ اللي يغوص. اللي يغوص بس. أيوة. أنا اللي غوص طبعا صح، وهو اللي ينزل في اعماق البحار ويجيب المحار علشان يلبس الحلوين اللي مثلك. المحار يلبسهم اللولو طبعا. وانت فزتي ويانا وتستاهلين. تستاهلين عيديه الريان. وكل عام وانت بخير. مقدمه من قناه الريان الفضائيه. مشاهدينا الكرام، مزيد من التهاني نشوفها مع بعض. اتصال مع التهاني. انا اسف. التهاني طبعا. معليش مشاهدي. انا جالس اهنيك من الصبح ناصر. المخرج قال لي تهاني وانا فكرت انها مزيد من التهاني اللي نقدمها. تهاني. تهاني. صباح الخير. تهاني عيدك مبارك. كل عام وانتم بخير ومبارك عليكم العيد ان شاء الله وعساكم من عواده. وانت وهقتي ناصر اليوم في التهاني، لكن احنا نهنيك بالعيد وكل عام وانتم بخير. ما تفوزين يا تهاني خلاص. ان شاء الله وكلكم بخير وصحه ان شاء الله. جاهزه؟ ان شاء الله. توكلي على الله. واحنا بنعطيك سؤال يسمونه عيدية الريان. تفضل. يا تهاني. هلا. انت بما انك سويتي في مقلب ما راح تاخذين عيدية الريان. تهاني.
هلا. في الأداة اللي يمسكون فيها الدلة، اللي القهوة يمسكها قبل لا يمسك الدلة، لأن الدلة حارة، شو يسمونها؟ عطني احتمالات. اي فالش. طيب الاحتمالات اليوم الله مكثره. الفوطه ولا عندك ناصر؟ الفوطه. عاد صبري. جو النهائي. زين اسمعيني يا تهاني، ما هي الاداه اللي يمسكها المقهوي وهو يصب عشان يصب الدله عشان ما تحرقه؟ هذه دائما يلبسونها علشان الدلة تكون حارة أو يمسكونها في يديهم. هل هي الفوطة ولا الطاقية ولا البيز؟ طبعا إذا حسيت إن في اسم مختلف هو البيز الثالثة إن شاء الله. البيز. إيه. جواب أخير إن شاء الله. ترى على ذمة أبو مبارك راحة العيدية أنا مالي شغل، وتكونين أول واحدة راحة العيدية إن شاء عليها. إن شاء الله إن شاء الله. إذا تستاهلين عيدية الريان 1000 ريال من قناة الريان الفضائية. ورن الجرس. وشكرا لك يا تهاني. ومعنا محمود. ألو. مرحبا يا محمود. السلام عليكم. عيدك مبارك. كل عام وأنت بخير. أنت بخير. شلونك يا شيخ؟ والله بخير طيب. ها شلون العيد وياك؟ والله زين العيد. الحمد لله ما دام انك زين. بيت الله العيد عندهم. تعيد عند من؟ عند الوالده. الحمد لله هذه اهم شيء. ولازم يا اخوي لازم تقول له وقول له يا اخوي ان احنا كلنا بقناه الريان نسلم عليها. واهني سمو الشيخ حمد بن خليفه الثاني. يستاهل. ايوه ابو ما شاء الله يطول في عمره. واهني شيخ التميم. وأهني شعب الكريم الغطي. محمود تسلم يا محمود. ومن أي منطقة أنت يا محمود؟ الشحانية. من الشحانية. من الشحانية الله يحفظك. وين صليت العيد؟ في مسجد الشحانية؟ إيه. وكيف كان شفت صلاة العيد؟ زحمة؟ زحمة ما شاء الله زحمة كان. محمود أنت بما أنك في الشحانية طبعا الحمد لله هاي السؤال بيكون إن شاء الله سهل لك لأن أنت من هناك المنطقة وصوبكم هذه الأشياء اللي تتعلق في سؤالنا. السؤال يقول ما اسم المكان المكتظ بالسدر والسمر والسلم والعوسج؟ شنو هذه المكان؟ محمود هو جميلية. لا محمود خلنا نعطيك السؤال بشكل أوضح. ايش المكان او نقول الموقع اللي يكون مليان سدر وسمر وسلم وعوسج دائما تحصله؟ ايش قال ذاك المكان؟ اذا رحت تبغي وتلقى خضر في البر وتلقى المنطقه عوده وتستانس وتقول والله احنا جينا. شو اسمه؟ البر. البراحه. هو في البر. وشو اذا قدك بتروح البر وين تقعد؟ تختار مكان. وين المكان اللي تختاره؟ تقعد في البراحة. ها؟ وإذا قد عليك شمس وين تروح؟ الظل تشوف لي. زين أنت الظل وين يكون؟ وين يكون؟ الشجرة. زين الشجرة هذه وين تكون موجودة؟ في البر يكون. إي في الوادي ولا في الروضة ولا في الروضة؟ إي في الروضة في الروضة. في الروضة. يعني تكون في الروض أو في الروضة. تستاهل. أيه. تستاهل يا محمود. مبروك عليك الجائزة وكل عام وانت بخير. احنا الحين بنطلع ونشوف اغنية من اغاني الشعبية الاغاني الشعبية اللي هي المرادة ان شاء الله. وخلكم معانا. ميلسة عند بابا الشيخ بو مشعل. ميلسة عند بابا وماي صحابة الشيخ أبو مشعل وما ينسى خابه. ميلسة عند بابا الشيخ أبو مشعل. ميلسة عند بابا. ميلسة عند بابا الشيخ أبو مشعل. ميلسة عند بابا.
طبعا مشاهدينا ما زلنا متواصلين معكم من برنامج عيدكم مبارك، وشفنا المراداة، وانضم لنا زميلنا صباح الكواري مع عياله. يا عيال الله يهديك. اخواني الصغار. اخواني الصغار الله يسلمك. كل عام وانتم بخير. صباح عيد عليك مبارك. عساكم العواد. يعني ما تبي تكبر عمرك؟ لا اكبر عمري الله يهديك انا. لكن انا قلت الكلمه بس ما انسمعت يا صباح. صبر انا قلت صبر شوي صبر شوي. لا انا بقول لك قلت صباح خالد يبا قلت صباح مع عياله ان شاء الله في المستقبل. ان شاء الله باذن الله. الله ان شاء الله يرزقك ان شاء الله. امين. اول شيء نبي نبارك. تفضل. اول شيء بدايه مبارك حق سمو الامير الشيخ حمد بن خليفة الثاني وسمو ولي عهده الأمين الشيخ تميم بن حمد الثاني بمناسبة العيد، ونعايد على كل هالقطر بمناسبة هالعيد، ونقول لكم عيدكم مبارك وعساكم من عواده، ومبارك لكم يا أبو مبارك كل عام وانتم بخير. كل الربع اللي في الكنترول والشباب يا مرحبا. ودنا تعرفنا على الأبطال. تعرفوا عليهم. شو اسمك يا فيصل ربيع الكواري؟ ونعم عيدك مبارك يا فيصل. كل عام وانتم بخير. طيب ايه. وانت شو اسمك البطل؟ شو اسمك؟ خالد. ها؟ خالد. خالد؟ ربيعه؟ خالد شنو؟ كواري. والنعم وين قطرتك خالد؟ مساها في المجلس. زعلان يمكن زعلان عشان انا سبت رايي. زعلان لا مساها كان يدور عيدي ثانيك. صباح شلونك؟ صباح مبروك النجاح. زعلانك الله يبارك فيك. اخوي الحمد لله احنا تستاهل ومن هالمره فرحتنا بالعيد. تستاهل خير الله يسلمك. وفرحتنا بنجاحك. الله يجزاك خير. وان شاء الله ان شاء الله منها وللاعلى باذن الله ان شاء الله. يا ريت تكلمنا عن لو شيء بسيط سفرتك عن امتحاناتك. أيه. عن سفرتك عن عمان. اعطي يدك هاي بديت ذاوب من البدايه. لا هاي ما شاء الله على دليل الشبع. يمكن يمكن ما اصل. اي لا يا رجال والله سفرتي الحمد لله. يعني اول شيء اشكر اداره القناه اللي اسمحوا لي ان اروح واكمل دراستي، وطبعا هذا العشان فيهم ما يقصرون دوم ان شاء الله. نعم يستاهلون. الحمد لله طبعا اخذت شهرين في الاردن، خلصت بعض المواد اللي نحتاجها من التخصص. تستاهل. الحمد لله خلصت منها وناس ما اقول هم ونزاح ورجعنا لكم ان شاء الله. اي شهر مرحبا ومسهلا. عبد الحميد ان شاء الله. ان شاء الله انت اليوم راح تكون معنا ان شاء الله المساء. ان شاء الله باذن الله. شلون بكون موقعك؟ راح نكون ان شاء الله طول الاربع ايام ان شاء الله راح نكون في كتارة، راح نتابع معاكم الفعاليات اللي راح تصير هناك، منها الالعاب الناريه. وخالد حط قاعد يتصور من الالعاب الناريه وغيرها من الفعاليات ان شاء الله راح نتابعها من هناك ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طبعا نذكر ايضا المشاهدين بان برنامج عيدكم مبارك راح يستمر معاهم طول اربع ايام العيد من 7 الى 9 مساء ان شاء الله. تعال ناخذ اتصال من غانم. غانم عيدكم مبارك يا غانم. عساكم عيدين فايزين. كيف الحال يا غانم؟ وين مكانك يا غانم؟ مكان الله يسلمك الحين في عين خالد. في عين خالد ما شاء الله. أنت عين خالد مقاولة مع قناة رح. حياكم الله. الله يحييك. ودنا صراحة أن تكلمنا عن جدولك من أول ما قمت من النوم ورحت صلاة العيد. وين رحت بعد صلاة العيد؟ والله أول شيء عيت على عجوزي وعلى الشيبة. أيه. وعقب رحنا الثلاثة على الرابع نعيد عليهم. عيدك مبارك. عساكم العيدين الفايزين. كل عام وانتم بخير. وانتم بصحة وسلامة. جاهز حق عيدية الريان؟ ان شاء الله. كفو. ذكرت انك رحت للمجلس صح؟ اي نعم. زين. وش الشيء اللي يقد طبعا التمر يقدم للضيف قبل القهوة. نعم. حلو؟ ايش تسمى هذه العادة؟ هو عموما عامر يعني عموما التمر شو يسمونه لما يقدمونه شو يسمونه؟ او شو التمر مكسرات الحلويات كله شنو هاي؟ هو والله يسلمك هذه العاده يعني مثل يعني. الفاله او شو اسمه التمر اذا اعطيته الضيف شو تقول له؟ اقدع بيض الله وجهك يعني القدوع او وجه. الفاله نعم تستاهل 1000 ريال عيديه الريان مقدمه من قناه الريان الفضائيه. وناخذ اتصال من هدى يا ابو مبارك. هدى سلام عليك. هدى السلام عليكم. عليكم السلام كيف حالك؟ الحمد لله كل عام وانتم بخير. وانت بخير ان شاء الله. جاهزه حق عيديه الريان ان شاء الله؟ تعرفين انواع السفن والقوارب البحريه؟ عفوا ثاني. السفن او القوارب البحريه القطريه تعرفين اساميها؟
ممكن تساعدني؟ اي انت يعني عندك فكره عنها ولا ما عندك فكره؟ السمبوك والبوم. ايوه والبوم. خلاص انت قلت السمبوك والبوم والبتيل والشوعي، هذه كلها ما شاء الله الحناين. هذه كلها من المسميات وتستاهلين، ومبروك عليك الجائزه وكل عام وانت بخير. انتم صحه وسلامه. نعم تستاهلين يا هدى 1000 ريال مقدمه من قناه الريان الفضائيه عيديه الريان. بس انا وصلت ومشكله اتصالك صباح ترى انت اخرت الاخوان وهم يبون يعيدون وتشوف خالد شو يسوي. تثاوب خالد، قاعد يتثاوب من الساعه. الله يحفظ. هاي الظهر انه هو اللي يقول لك هم ترى من عقب صلاه العيد صلينا العيد وبدينا. الله تزاور صلاه الرحم الاهل عيال العام. نعم. مرينا عليهم وخلصنا وجينا لكم هنا. لا لا يا مرحبا ومسهلا. نقول لك ودهم خلي يريحون ويرتاحون، وبعدين الحين يلحقون على غدا العيد. ايه. واحنا مبارك لك والله يحييك صباح فيه. ونشوفك ان شاء الله الليله باذن الله. ان شاء الله وموفق ان شاء الله صباح انت والشباب اللي راح يكونون معكم ان شاء الله الليله. يعطيكم العافيه. طبعا مشاهدينا الكرام احنا راح نرويكم تقرير عن العيديه اللي هو التقليد اللي متعودين عليه الناس والموروث اللي توارثناه من ابائنا واجدادنا، وخلونا نشوف هذا التقرير ونتعرف عليه تفاصيله. العيد ينتظر الأطفال بفارغ الصبر بزوغ فجر العيد لارتداء ملابسهم الجديدة والتجمع والتنقل بين الفرجان للمباركة بالعيد للجيران والأقارب، وطبعا الحصول على العيدية. وعلى الرغم من الحداثة يبدو أن أحدا لا يستطيع تجاهل عادة العيدية مهما كانت الظروف، باعتبار أنها تقليد عائلي وعادة راسخة على مر السنين وبادرة تقارب ومودة، بغض النظر عن نوعية العيدية وقيمتها المادية التي تتفاوت بين جيل وآخر، يبقى لها تأثيرها المعنوي وجوهرها الثمين في عيون القطريين كبارا وصغارا. وإن كان الأهالي يسعون للحفاظ على هذه العادة من الاندثار، فإن الأطفال بدورهم يتمنون أيضا ألا تتوقف، فهي تضفي على العيد بهجة ومتعة خاصة، ومعها تتحقق الأمنيات. رجعنا لكم مشاهدينا والحمد لله كل عام وانتم بخير، ويانا ابو احمد. طبعا ما شاء الله عليك يا ابو احمد، احنا قلنا لك ما نستغنى عنك لكن تاخرت، رحت ورديت. وين رحت؟ رحت تتعيد؟ والله انا اعطيت غيري فرصه وانا اشوف اتابعكم من قريب. يا مرحبا. وعجبني وجود الاطفال، لان اصلا فرحه العيد في عيون الاطفال. عز الله انك صادق. وعجبتني البنت اللي على السجيه هذه اللي تتحرك. الله يحفظها ان شاء الله. هذه فرحه العيد. عيالنا كلهم. هذه فرحه العيد. الحمد لله. احنا استانسنا بوجوده والحمد لله اعطتنا شوي جو. نعم. وشفت تقريرنا ابو احمد والعيديه وشلون اطفالنا كانوا يعيدون اول ويعيدون الحين. الحمد لله يعني هذه المنافسه اللي تنافسون فيها. نعم. حق يوصلون صلة الرحم حق الأهل، وهم على كثر يعني فرحتهم بالعيدية بعد فرحانين بصلة الرحم ويوصلون في الأهل في الجماعة. هو العيد لأنه يعتاد على 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 الأمة الإسلامية، وفيه المعايدة اللي هي الناس يعيدون الزيارات ودخول الأطفال. يعني احنا لحقنا البيبان مفتوحة على طول، يعني يقولون الفرخه اللي هي الباب الصغير. نعم. والاطفال يروحون ويجون، والناس يعني حتى في غير العيد الاول الزيارات ما كانت تنقطع، وحتى الى طبخ حد شيء في بيته طرش الجيران وهم يبادلون على نفس الشعور.
لكن كثرة أعمال الناس في الوقت الأخير حدت من الزيارات هذه، ولكن الحمد لله العيد يعيدها. شفت الأطفال أبو أحمد والعيال يالسين يتنافسون في العيدية فرحتهم، وكل واحد ما شاء الله عليه ماسك عيديته، وكم يمعت وكم يمعت، كل واحد يتنافس ويا الثاني. هذه الفرحة بروحها تسوى الدنيا وما فيها. الحمد لله. هي الطفل ينظر لها من ناحيته، يفرح بها الحاجات البسيطة هذه، وتمارون بينهم أني أنا جمعت أكثر، هذه فرحتها طبعا، فرحتهم في جمعتها. اي نعم، شوفوا من اللي بتروح في يوم واحد ترى. نعم، هي بتروح في يوم واحد. نعم، ابو احمد يروح الالعاب. احنا ما نستغني عنك يا ابو احمد. بنطلع فاصل. نعم، وبنرجع ان شاء الله. نعم، فاصل وراجعين ان شاء الله. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ما زلنا متواصلين معكم في برنامج عيدكم مبارك، وناخذ اتصال من النقيب سعود الخاطر رئيس قسم دوريات الحركة بإدارة المرور. كل عام وانتم بخير سعود. نقيب سعود، عيد الله عليك مبارك، عساكم عيد العيد يا مرحبا والله. طب كل عام وانتم بخير نقيب سعود. يا مرحبا والله، الله يحييك. احنا تمنيناك تكون موجود عندنا. انا والله نتمنى انكم موجود وياك. هي احنا بغيناك الله يسلمك عشان تعطينا التعليمات، تخبر اليوم ما شاء الله العيد وفرحه، لكن ندري بمهمتك برا بعد، والله يعطيك العافيه ان شاء الله. الحمد لله، الله يعافيك. ودنا نعرف حركه المرور. والله الحمد لله من فضل الله، اليوم الحركه كانت طبيعيه. نعم، ما شاهدنا اي ازدحامات على الطرق، الحمد لله كل شيء كان متيسر. نعم، وما في بلاغات يعني تذكر. اللهم لك الحمد. حتى في الاحياء السكنيه بالنسبه للاطفال اللي يعيدون هذا، الحمد لله كانت امورهم طيبه، والدوريات ماخذه عملها منتشره الحمد لله في العاصمه. نقيب سعود، احنا طبعا الحمد لله احنا حق هالثلاث ايام او اربع ايام العيد ان شاء الله والفرحه، احنا نبغي توجيهاتك انت وارشاداتك حق كل اللي يسوقون مراكب ويسوقون السيارات طبعا في قطر. والله ارشادات واضحه، يعني هي حق ايام العيد وغير ايام العيد الحمد لله، التزامهم قانون المرور بحد ذاته يعني مثل ما تقول يحفظ ان شاء الله يعني امنهم على الطريق. وايام العيد ما في ان شاء الله اي ازدحامات بتكون، يعني تعرف ما في دوامات، ما في اوقات زحمه بتكون خفيفه، ما في الناس ان شاء الله بيوصلوا الاماكن اللي يبغونها يعني بسهوله. نعم، بتكون في ازدحامات في بعض المناطق مثلا الاسواق او الاماكن الترفيهيه، والدوريات قامت بدورها منتشره في جميع الاماكن هذا يوم العيد ان شاء الله. الحمد لله، الحمد لله. نقيب سعود، احنا نبي نعرف بس ونتطمن ان الحمد لله ان شاء الله انه ما في حوادث اليوم، ما صار شيء. لا الحمد لله ما في شيء يذكر الحمد لله. كل شيء على ما يرام يعني، ومثل ما قلت لك ما شاهدنا اي بلاغات يعني. امين امين، ان شاء الله يعني. ان شاء الله ما نشاهد ولا نسمع، وكل عام وانت بخير نقيب سعود، والله يعطيكم العافيه. الله يعافيك ويسلمك، وشاكرين لكم الله يخليك. الله يحفظك. شكرا نقيب سعود، تحيه منا من خلال برنامج عيدكم مبارك لكل العاملين طبعا اليوم طبعا، اللي هو يوم العيد الاول او في ايام العيد، سواء كانوا من وزارة الداخلية أو من الشركات أو من القطاعات أو من حتى اللي عاملين في قناة الريان. شكر للكل طبعا، شكر لقناة الريان اللي خلف الكواليس طبعا، وكذلك شكر لأخوي أبو مبارك. نرجع لك يا أبو أحمد. أبو أحمد، كنا نتكلم لما كنا نسوي مسابقة، واحد من الأسئلة عن الروض. نعم، والروضة اللي فيها العوسج وفيها السلم وفيها ايضا، ودنا تكلمنا عن هذه النباتات. يمكن في الطباعه كاتبين السلم، هي السلم. السلم، اي نعم السلم. السدر والعوسج والسلم والسمر. نعم، هذا تحت مسمى اللي هو الطرف، وهذا يكون في مكانه يكون مكتظ، تختلط الاشجار هذه كلها. ومسمى روض يعني عده اسباب، ان السيل اذا جاء
ودخل في الروض يقولون راض ويقولون فلان ريض تأخر، وسمي روض لمرور السيل وتأخيره فيه هذا وقت، ويسمى روض علشان الحلال إلى جاي يرعى يريض يريض ما يمشي يقعد يرعى، وقال إنه بعد علشان المسافر إذا جاء راض استظل إذا كان في حر أو إذا كان في برد يتذرع في الروض، فهي مهب السلم هي السلم، وهي لذلك سميت الروض يعني لحد هالتسميات الثلاثة رضان الجمع يعني سميت الجمع رضان والوحدة تسمى روض أو تقدر تقول روضة. يعني لو ترجع المصادر الكتب مثل لسان العرب أو بعض الكتب تجد هي كلها روض روضة رياض على الجمع هذا. نعم احنا في يعني في قطر عندنا رياض كثيره معروفه هي الحمد لله، وخصوصا بعدنا تعطينا يعني بعض اشهرها واحسنها المايده روضة الفرس، وفيه المايده وروضة الفرس والخزعليه خزعلية. يعني روضة الفرس ما شاء الله، والحمايه اللي جات الان من من وزاره البيئه يشكرون طلعت الرياض رجع الروض من جديد الحمد لله. هذا فضل من الله. نبي أم الحيران والخزعلية على أسماء كثيرة لا تحضر لها. احنا متواصلين معك أبو أحمد ما راح بس بناخذ اتصال من عارف. عارف كل عام وأنت بخير وعيدك مبارك يا عارف. عيدك مبارك إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. عارف من وين يا عارف؟ من مصر مستعير. حياك الله يا عارف. أنت حاليا كل عام وأنت بخير يا عارف. وانت بالصحة والسلامة. حبينا نشارك بس لحضر الصحة أمك الشيخ أحمد بن خليفة. جاهز جاهز حق عيدية الريان؟ نعم جاهز حق عيدية الريان؟ إن شاء الله جاهزين إن شاء الله. في أي عام تم إنشاء دار الكتب القطرية؟ في أي عام؟ تم إنشاء دار الكتب القطرية. الرسول يقول استوصوا بأهل مصر خير. قرب له شوي. زين. سمعت نصيحة أبو أحمد يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بأهل مصر خير. يعني ساعد شوي. زين أعطيك احتمالات يا عارف. أوكي. أنت اسمك عارف مفروض تكون عارف. أي عارف. زين إن شاء الله أنك تكون عارف وإن شاء الله الكل يكونوا عارفين إن شاء الله. زين عندك في 1962 أيوة. أو في 2012 أو في 1962 مبروك وألف سلامة والألف دعيلك. مبروك يا مبروك ومبارك بشعب قطر الكريم. شكرا يا عارف. مبروك 1000 ريال من قناة الريان الفضائية عيدية الريان. وناخذ فوزية قصري على صوت التلفزيون يا فوزية. السلام عليكم. عليكم السلام. عيدك مبارك يا فوزية. معكم روان. روان راحت فوزية. حياك الله يا روان. كل عام وانت بخير يا روان. وانت بألف انت بألف خير. انت بألف وخمسمية خير ان شاء الله. بالصحة والسلامة ان شاء الله. شلون العيد وياك؟ الحمد لله بخير. تعرفين الطواش؟ ايه. من الطواش؟ شنو الطواش؟ شو يسوي الطواش في البحر؟ تاجر اللولو. ما شاء الله عليك. والله ما شاء الله عليك. وما شاء الله على اللي وياك اللي جالسه تقول لك. يعني النص بالنص 1000 ريال 500 لك 500 اللي قالت لك الاجابه. اتفقنا؟ فوزيه تستاهلين يا روان. فوزيه يا هلا كل عام وانت بخير. وانت بخير. يعطيكم العافيه ان شاء الله. عيدك مبارك. الله يبارك في اعماركم ان شاء الله. شلون العيد وياك؟ وايد حلو. خفيف. الحمد لله الحمد لله. ومع قناه الريان؟ وايد احلى. احلى ان شاء الله. زين يا فوزية إن شاء الله. إن شاء الله نشت فوزين يا فوزية. إن شاء الله يا رب. جاهزة إن شاء الله. جاهزة. من هو الملحن؟ من هو الملحن ولا من هو الملحن القطري الذي قام بإعادة تلحين أغنية العايدو؟ العايدو
العايده. يا العايده يا العايده اللي كنا نسمعها قبل شوي. هل هو تبين احتمالات؟ اعطوني احتمالات. توكل على الله، نعطيك احتمالات. ما 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 في بالك حد؟ فوزيه؟ في بالك حد معين؟ لا والله. زين. عيل خذي الاحتمالات. هل هو الموسيقار القطري عبد العزيز ناصر، ولا الموسيقار القطري ناصر عبد العزيز، ولا الموسيقار القطري عبد العزيز ناصر؟ عبد العزيز ناصر. عبد العزيز ناصر، وتستاهلين مبروك عيدية الريان من قناة الريان الفضائية 1000 ريال لك يا فوزية. عماد. هلا، السلام عليكم. السلام عليك يا عماد، شلونك؟ الحمد لله والله، عيدكم مبارك. كل عام وانت بخير. وانت بخير ان شاء الله. اهني الشعب القطري، واهني الشيخ سمو الامير الشيخ حمد بن خليفه الثاني، واهني الشيخ تميم بن خليفه، وان شاء الله تعمل فرحه وسرور على الشعب القطري. امين. واحنا نهنيك يا عماد. امين يا رب العالمين. شلونك؟ الحمد لله والله تمام. شلون العيد وياك؟ والله تمام زين، بفرحه وسرور مع الاطفال والاصدقاء والاقارب. الحمد لله. الحمد لله. انت من اي منطقه يا عماد؟ من الدفنه. الدفنه؟ اي نعم. روح والقلب داعي لك. امين. ما هي الشواحيف؟ شنو الشواحيف؟ الشواحيل. الشواحيف بالفاء. ساعدوني عادي يعني. نساعدك نساعدك، ليش ما نساعدك؟ هي في البحر. الشواحيل والله هي قوارب سريعه، او قوارب شراعيه، او قوارب بالمكاين. قوارب شراعيه؟ هي قوارب شراعيه او قوارب بالمياديف، ولا بالمكاين؟ ضيعته. لا بالمكاين؟ لا بالمياديف. في الميادين. نعم. يعني هي هل هي قوارب يعني حديثه، ولا قوارب تقليديه؟ قوارب تقليديه. قوارب تقليديه. ومبروك 1000 ريال من قناه الريان الفضائيه عيديه الريان. جزاكم الله خير. وتستاهل. وناخذ عبد الله. عبد الله. السلام عليكم. مرحبا. عليكم السلام، وعيدك مبارك يا عبد الله. علينا وعليك، كل عام وانتم بخير. حيا انتم بخير وصحة وسلامة. الله يسلمك. نرفع تحيات الثانية تبريكات إلى حضرة صاحب السمو الشيخ خالد بن خليفة ولي عهد التميم والشعب القطري كافة بهالعيد، الله يعيد عليهم إن شاء الله باليمن واليسر إن شاء الله. وياك إن شاء الله. عيدك مبارك يا عبد الله. علينا وعليك يا أبو مبارك. كل عام وأنت بخير. وأنت بخير، من عاجين فايزين إن شاء الله. المكان اللي يولعون فيه الضوء حق القهوة شو اسمه؟ المكان يولعون فيه الضوء حق القهوة؟ إيه. اللي يشبون الضوء فيه علشان يسوون قهوتهم. حدد لي يعني مثلا في بيت الشعر. هذه بخلي ابو احمد، بخلي ابو احمد يشرح لك ويساعدك. عبد الرحمن البادي بيكلمك وهو اللي بيعطيك الاحتمالات. في بيوت الشعر. الموقد، الموقد حق النار. لا كان بالاسم اللي عندنا متعارف به في قطر. الموقد، موقد النار ولا؟ يعني تساعد ابو احمد، قول له يعني. اعطى احتمال. قول له شنو؟ يعني مثلا ايوه لو جار ولا ولا لو ولا لو جار ولا لو جار ولا المظله ولا لو جار. لو جار. لو جار ما شاء الله عليك. ها لو جار تستاهل يا عبد الله 1000 ريال. ما في كلام. عيدية الريان مقدمة من قناة الريان الفضائية. ريم. ريم السلام عليك. الو ريم. نعم. عيدك مبارك. كل عام وانت بخير. وانت بخير. ريم. الو ريم كم عمرك؟ اذا دش ريم. نعم. لا نبي ريم. وين ريم؟ ما ادري. ريم كم؟ لحظة دقيقة، لحظة دقيقة. نبي ريم. نبي ريم. السؤال لها ريم. وين راحت ريم؟ لحظة لحظة، جت ريم. ها جت؟ يلا عطنا ريم. ريم إذا دشيتي بيت الناس في العيد شو تقولين لهم؟ الو ريم. مطولين. عيدكم مبارك. عيدكم مبروك عليك. تستاهلين عيدية الريان، واحنا نقول لك عيدك مبارك. تستاهلين يا ريم، مبروك 1000 ريال عيدية الريان. وعبد الرحمن خلنا نرجع للوجار. نعم. ساعدت الريان الوجار انت اول شيء؟ يعني انا اول شيء بعدته قلت مظله. ودنا ودنا تكلمنا عن الوجار والترس. الوجار هو من جار في اللغه العربيه،
وهي الحفرة اللي شب فيها الضوء ويحط عليها ذرة اللي هو يجير أهل البيت لو دار الهواء ما يجي الجمر داخل البيت ويحرق، وفي نفس الوقت يجير الضوء لا يحترق لأن الناس يحافظون على الضوء مدة أطول علشان ما يهب هالهواء وتحترق بسرعة، فيبغونها تتم ويتم المكان حار وتم الجمر مدة أطول، فيحطون الشيء اللي هو يجير أهل البيت من الرماد إذا دار الهواء أو الجمر سبحان الله، ويجير الضوء نفسها لا يعني تحترق بسرعة. لذلك سمي الوجار. اسم الوجار ما شاء الله. نعم، ويحطون له ترس اللي هو شيء يرفع الدخان في حالة الجو اللي يكون مثلا هادي، يعني يذري يذري علشان الهواء الدخان يرتفع ما يرجع على أهل البيت. زين، وكذلك من ضمن الأسئلة أنا ودي أسألك الأسئلة اللي سألنا فيها بعض الجمهور. نعم. علشان يعرفون يعني محتوى السؤال أو حيثيات، يعني مثل البيت المروبع، إيش فرق البيت المروبع على المخومس على المتونة؟ هو البيت المروبع اللي يبنى على أربع أعمدة، وكل ما يكون عددها يسمى البيت على عدد الأعمدة، ولا يحسب فيها الشواد. الشواد اللي هو العمود اللي في البيت من غرب والعمود اللي في البيت من شرق، اللي هو ينشد منه أطناب البيت وهو يشد البيت يسمونها الشواد جمع، والمفرد شاد، يكون الأوسط من الأطراف الشرقية والغربية. نعم. واللي في الزوايا الأربعة يسمونها الأصابع، مفردها الأصبع، وفيه الأعمدة اللي هي المقدمة وفيه المؤخر، المقديم والمؤخر، وتشد طبعا بالأطناب، وفيه الخروب قطعة خشب يشد بها الطنب، لأن لو حطوا صوف صعب أنه يمسون الأطناب، بس لأن الخشب يمشي معه الحبل فيكون إيه أقوى ما يخليه ينقطع. نعم، وهذه الخروب أو العيدان الخشب هذه تربط في سفيفة، تخيط في سفيفة علشان تشد البيت، لو أن نربطه الطنب في البيت ممكن يتفتك، لكن السفيفة تساعد في شد البيت. نعم، عبد الرحمن البادي الباحث في التراث القطري، صراحة نشكرك ونقول لك عيد الله عليك مبارك، ونقول بيض الله وجهك اللي تحملت له 3 ساعات. ما في مشكلة، والله لا يهينك ونقول لك ألف ألف شكر صراحة على يعني 3 ساعات احنا خليناك تنتظر فيها، فنشكرك مرة ثانية وبيض الله وجهك والله لا يهينك. أبو أحمد، أنا صراحة في بداية حلقتنا قلت أن اليوم العيد عندي عيدين، استاهل عيد اللي هو عيدنا وعيد اني شفتك فيه. الحمد لله احنا تشرفنا بوجودك. الله يطول، والله لا يخلينا منك يا ابو احمد، ان وجودنا واجب لاخواننا المشاهدين الجميع ان شاء الله. كذلك مشاهدينا الكرام نقول لكم مره ثانيه كل عام وانتم بخير وينعاد علينا وعليكم. طبعا كنا على مدى 3 ساعات معكم في اول يوم عيد، من اي اول يوم من ايام عيد الفطر المبارك، ونقول لكم نشكركم انكم تحملتوني انا وابو مبارك كل هذه 3 ساعات، ونقول لكم ينعاد عليكم واللي فازوا الف مبروك في بدايته. نعم، والعيد باول ايامه ينعاد عليكم بالخير ان شاء الله، ونشوف ان شاء الله وياكم هالتقرير ان شاء الله. شوفوا معنا التقرير اللي هو معايده من قناه، من موظفين قناه الريان. وكل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. احنا بعيد الفطر المبارك، كل عام وانتم بخير. عيد الفطر فرحة للجميع صغار وكبار، لكن اهم شيء فرحة عيالنا احباب الرحمن. عيد الفطر يعني التواصل، المحبة، نتزاور بعض، نجي بعض، اللي في خاطره شيء على اخوه على صديقه، واللي يكون يشيل هالاشياء من خاطره. بالعكس، احنا في عيد التسامح، عيد الحب، عيد التواصل. ما زاد الله عبدا بالعفو الا عزا. زوروا ارحامكم. العيد من بدايه صلاه العيد، لما نروح المصلى كلنا ونسلم على بعض بعد صلاه العيد، نطلع من روتين الصيام وشهر الخير الى هذه الفرحه الطيبه. كنا ننتظر متى نروح نصلي صلاه العيد بفارغ الصبر،
عشان نطلع ونكشخ ونلبس الثياب الجديدة ونروح نعايد الناس. طبعا ذكرياتي وأنا صغير في العيد أعتقد أنها ذكريات جميلة بالنسبة لي، خاصة لما كنا ننتظر أول أيام العيد وطلوع شمس أول أيام العيد بفارغ الصبر علشان نلبس ملابسنا الجديدة ونروح نسلم على أهلنا وننتظر العيديات اللي بيعطوني إياها. عيد الفطر يوم من أيام الله عز وجل، وفرحة لنا للمسلمين أن خلص شهر الصيام الحمد لله وبدينا نفطر، والله يعود علينا سنين عديدة إن شاء الله. أحب أقول لإخواني تمهلوا في السير، تمهلوا في السواقة، أنتوا تحبون تعيدون وتستانسون، بعد غيركم يحب يعيد ويستانس. عيد الفطر نسوي فيه بعض الأكلات الشعبية، لا تنسون نسوي الأكلات اللي سويناها مع بعض في شهر رمضان، سوينا القيمات والخبيصة والبثيثة والخنفروش وسوينا قرص العقيلي، هاي الأكلات تضيفونها في فالة العيد عشان تذكركم بالماضي. أسمي بعيد الفطر لأن أتساق فيه زكاة الفطرة، زكاة الفطرة هذه الله سبحانه وتعالى جعلها فرض على المسلمين حتى ما يكون فيه بيت ما صايم في هذاك اليوم أو ما عنده شيء يأكله، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. في أول أيام عيد الفطر المبارك نقول لكم عيدكم مبارك، والله يعود علينا بالأمن والأمان وطاعة الرحمن. وأقول لكم عيدكم مبارك وعساكم من عواده. كل عام وأهل قطر كلهم بخير وعساكم من العايدين الفائزين إن شاء الله. وأسأل الله أن هذا العيد يكون عيد سعيد عليكم وعلى شعب قطر كامل وعلى الأمة الإسلامية والعربية أجمعين إن شاء الله. عيد الله عليكم مبارك وكل عام وانتم بخير، وتقبل الله طاعتكم في الشهر الفضيل اللي أتمنى أن الله يعيده علينا وعليكم إن شاء الله بالخير والبركة والعافية بإذن الله. عيد الفطر عيد خير، صلة رحم، تقارب، تسامح، خلوا بدايتكم من عيد الفطر.